مساء الخير على حضراتكم، ومساء الخير على كل جماهير النادي الأهلي في كل مكان، وكل من يشاهد قناة النادي الأهلي. برحب بحضراتكم في يوم جديد من أيام البيت الكبير. عايز طبعا أقول مبروك، مبروك كبيرة جدا جدا على فوز نادينا النهاردة النادي الأهلي بنتيجة رائعة 3-0 على فيتا كلوب. بقول مبروك لمجلس إدارتنا اللي ما بيبخلش أبدا على فرقته في كل حاجة، طيارة خاصة، وسائل راحة، كل الأجواء الصحية اللي نقدر نقول عليها بروفيشنال لتهيئة جو للاعبين عشان يطلعوا كل اللي عندهم. مبروك لجماهيرنا، وده نمرة واحد، جماهيرنا اللي كان عندها ثقة كبيرة جدا جدا في معدن لعيبة النادي الأهلي، في شخصية بطل، في شخصية وروح وإصرار لعيبة النادي الأهلي. كان عندكم ثقة، ولعيبتنا النهاردة كانت قد الثقة وقد المسؤولية. مبروك للاعبين اللي بذلوا جهد أكتر من رائع، مبروك للاعبين اللي بيردوا على ناس كتيرة جدا، وأولهم بنجي المدرب فيتا كلوب بيرد عليه في الملعب زي ما قلت لحضراتكم. وإحنا ولا يهمنا جو ولا يهمنا أرض ولا يهمنا حرارة ولا يهمنا أي حاجة، إحنا النادي الأهلي، إحنا أبطال القارة. مبروك للإدارة الفنية اللي موسيماني بيقدم النهاردة في اعتقادي من أروع مبارياته على المستوى الإدارة الفنية، من خلال التشكيل، من خلال التغييرات. بنقول مبروك لكل هذه المنظومة على الفوز الكبير النهاردة 3-0 على فيتا كلوب، كمان على مستوى التاريخ. النادي الأهلي النهاردة أول فريق مصري بيحقق الفوز على أي فريق في الكونغو على ملعبه، ده ريكورد للنادي الأهلي. وكمان النادي الأهلي النهاردة الفوز رقم 41 في خارج الديار على مستوى المشوار الأفريقي. أيضا النادي الأهلي هو النادي التاريخي في هذه الإحصائية الرائعة. النادي الأهلي النهاردة بيضرب مش عصفورين، 4-5 عصافير بحجر واحد، وإن شاء الله القادم أفضل للنادي الأهلي. النهاردة في حلقتنا هنكون عندنا فقرات كتيرة جدا، أكيد هنتابع فيها فرقتنا، عندنا ضيوف مهمين جدا جدا. لكن طبعا بقول لسهام مبروك يا سهام، وبرحب بيكي في البيت الكبير. الله يبارك فيك. التاريخ بيكتب، صحيح التاريخ بيكتب، أهو بيكتب إنجاز جديد للنادي الأهلي. اهلا بيكم جمهور النادي الاهلي العظيم في كل مكان، اهلا بيكم، ودايما مع بعض بنحتفل بانتصار جديد يخص النادي الاهلي. النهارده يمكن عايز اقول النهارده لعيبه اجتهدت، وعشان النهارده اللعيبه اجتهدت فلكل مجتهد النصيب، فربنا ما خيبش ظننا، كلمه يا رب فعلا ما بتخيبش. بعد ما عملوا ماتش في القاهرة الحقيقة كبير جدا، يمكن ضيعوا فرص كتيرة لكن ما كانش يومهم زي ما كنا بنتكلم. النهاردة فيتا كان بيحاول يصعب علينا المباراة، حدد انه يلعب الساعة 3 العصر علشان يبقى الجو حر على لاعيبة الاهلي والرطوبة العالية، لكن ربنا فعلا كان معانا، ربنا هدانا انه يعني ادالنا هدايا انه درجة الحرارة تنخفض ويكون درجة الحرارة 26، بيبقى نادرا جدا في الطقس اللي زي ده، خاصة في افريقيا الجو يكون منخفض كده والامطار تنزل تلطف الجو على اللعيبة. ده الستر فعلا من عند ربنا، لاعبتنا قدروا يكسبوا لانهم خدوا بالاسباب وحاولوا يعدوا كل الصعوبات اللي احنا كنا عاملين لها الحقيقة ألف حساب. في ناس كانت مش متفائلة، وناس كتيرة جدا كانت مش متفائلة، لكن عايزة أقول حاجة مهمة جدا جدا، إنه ده توفيق في الأول وفي الآخر، إن أنت تعمل مباراة وتلعب فيها كورة حلوة ويكون ده على خارج أرضك ويكون ريكورد في تاريخ النادي الأهلي وأول نادي يعمل كده في أفريقيا، دي حاجة عظيمة جدا ومفخرة. آخر حاجة عايزة أقولها قبل ما نعرف ضيوفنا النهاردة، إنه لاعب إنه طاهر محمد طاهر لاعب لكل الملاعب الحقيقة، ورد في الملعب بالهدف الثالث اللي مرره له طبعا بواليا وتمريرته الذهبية، فده كمان يمكن دي حاجة مهمة بس عايزة كنت هقولها قبل ما انساها، علشان النهاردة اللي قال لك أصل طاهر مش واخد على الترتان، فالنهاردة طاهر رد في الترتان وعلى فيتا كسبان الحقيقة. يعني النهاردة
في الفقرة الأولى بعد ما نخلص أخبارنا هيشرفنا أحمد صدي أو عمر البنوبي في الأول، الناقد الرياضي زي كل يوم ثلاث. عمر بيتكلم في أشياء كتيرة جدا تخص الصحة الرياضية مش بس الأهلي، أكيد هنتكلم عن فيتا كلوب والمجموعة ومجموعتنا إن شاء الله. لكن في الفقرة الثانية هنستقبل كابتن أحمد صديق، وكابتن أحمد صديق النهاردة طبعا هنتكلم عنه معاه عن الماتش المهم ده. وفي اخر فقره طبعا زي ما بتستنوا كل يوم ثلاث محمد واحمد، النهارده خط احمر في البيت الكبير، اكيد بتستمتعوا باللي بيقدموه في الفقره ان شاء الله تكون يعني حلقه مميزه. كلنا فرحانين وكلنا مبسوطين بهذا يعني الفوز الغالي جدا. يعني كان زي ما بتقول سام كان في بعض القلق شويه، لكن انا باكد لحضراتكم ان معظم جماهير النادي الاهلي كان عندها ثقه كبيره جدا في لعيبتها. الثقه ديت من خلال التاريخ، واتكلمنا هنا في البيت الكبير وقلنا ياما النادي الاهلي مر بهذه الظروف، ومع ده لعيبه النادي الاهلي دايما بيظهر في المواقف الصعبه. النهارده كان موقف صعب ما فيش شك، النهارده كان موقف صعب جدا للنادي الاهلي، لكن الروح القتاليه زي ما اتكلمت كان فعلا اللعيبه عندها اصرار واضح جدا من البدايه. الاداره الفنيه ولا اروع لموسيماني، تغييرات وتشكيل اكتر من رائع. النهارده فعلا كان النادي الاهلي كمان بيرسل رساله قويه جدا ان احنا النادي الاهلي، احنا ان شاء الله باذن الله يعني مصممين وعندنا اراده للوصول اكيد لدور الثمانيه، وكمان الوصول للمباراه النهائيه وتحقيق حلم جماهير النادي الاهلي بالعشره. النهارده المجموعه يمكن، وكان الفوز دايما كنت بقول كان الناس بتقول تعادل ماشي يعني لو ما كسبناش نتعادل، النهارده كان الفوز مهم جدا جدا. النهارده زي ما حضراتكم عارفين ان سيمبا كمان كسب المريخ بنتيجه كبيره، نتيجه 3-0، وبكده كمان سيمبا بقى عنده 10 نقاط، وبالتالي كان لا قدر الله تعادل النادي الاهلي كان ممكن يحطنا في حزبه بيرما شويه، لكن النهارده النادي الاهلي بيرفع رصيده لسبع نقاط، فيتا كلوب خلاص بقى عنده اربع نقاط، وده كانت نقطه مهمه جدا انك تقصي شويه امال فيتا كلوب في هذه المجموعه. المريخ السوداني اعتقد خلاص خرج بره السباق، عنده نقطه واحده وخرج تقريبا بشكل رسمي من البطوله. يبقى النهارده زي ما بقول لحضراتكم الفوز كان مهم جدا جدا، خاصه يعني احنا تعادلنا يمكن هنا في القاهره واتكلمنا عن يعني ازاي التعادل ده حصل، لكن كمان اداء النادي الاهلي النهارده والفوز العريض النهارده 3-0 بياكد اللي قلناه في البيت الكبير، ان النادي الاهلي حتى في مباراه القاهره كان متفوق بشكل كبير جدا وكان يستحق الفوز بشكل كبير جدا، لولا طبعا يعني ضربه الجزاء الظالمه عن طريق يعني تقدير خاطئ من الحكم رضوان جيد. لكن كل ده النهارده اتمسح باستيكا، النهارده بنقفل صفحه، لكن علينا ان شاء الله ان احنا كمان نفخر بفرقتنا، علينا سهام ان احنا طبعا يعني نقول مبروك لكل جماهير النادي الاهلي اللي كان عندها ثقه في لعبتنا، مبروك للاداره، لمجلس للاعبين، للاداره الفنيه، الموسيماني، للكابتن سعد عبد الحفيظ، كمان بنقول شكرا لسياده السفير حمدي شعبان سفيرنا هناك في الكونغو اللي كمان كان ليه دور بره الملعب من يعني اجواء اكتر من رائعه وتنسيق كامل مع الكابتن سيد عبد الحفيظ، وطبعا السيد العمري فاروق رئيس البعثه. بنقول لكل دول مبروك، وان شاء الله باذن الله يعني طمنتونا، وان شاء الله باذن الله كمان عندنا مباراه المريخ وعندنا مباراه سيمبا، والنادي الاهلي ان شاء الله قادر انه يكون اول المجموعه باذن الله. صحيح، كل التحيه والتقدير لسفيرنا في الكونغو سفير حمدي شعبان اللي وفر الحقيقه كل سبل الراحه زي ما مجلس الاداره بيفعل. كمان يمكن السفير حمدي ما سابش البعثه خالص، كان يعني ابسط الاشياء كان بيتدخل فيها عشان يوفر كل سبل الراحه لفريقنا، وده فعلا اللي حصل. الحمد لله كانت النتيجة زي ما احنا شفنا كده على كل المستويات. شكرا لبعثتنا فردا فردا، لكريم زميلنا الحقيقة اللي اجتهد طول الأيام اللي فاتت. أنا عارفة أنه الأجواء كانت صعبة حتى قبل ما المباراة تبدأ، ويمكن كان ليه تصريحات السيد علي عمري فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة كان بيتكلم فيها عن حاجات يعني هو ما كانش عايز يصرح بيها، لكن فعلا الظروف فعلا كانت صعبة، بعيدا عن الترتان وبعيدا عن الجو وبعيدا عن المطر هناك. يعني الحمد لله انه خلص على الفوز، والحمد لله انه خلص وانت بتسعد جماهيرك وطاير وانت سعيد. هتريح خمس ايام هتاخد فيهم نفسك، الحمد لله. يعني عايز اقول لمحمد شريف الف سلام عليك،
اللي كان يمكن صاحب أول ضربة النهاردة، فتح الطريق النصر قدام الفريق كله قبل ما يخرج زي ما شفناه، يعني ألف سلام عليه بعد الشوط الأول نتيجة الإصابة اللي تعرض لها من ملعب المباراة اللي كان سيء الحقيقة. لاعبتنا الحقيقة عانوا عليه النهاردة بشكل كبير قوي علشان يقدروا يلعبوا ويحققوا الفوز المهم ده، وبنشكرهم حقيقة أنهم فرحونا وأسعدونا. ترتان مش ترتان زي ما قلنا يا فيتا، الأهلي دايما كسبان. الحقيقة كمان حاجة برضو مهمة قوي عايز أتكلم فيها، أن موسيماني هذا الكوتش الحقيقة القدير اللي أدار المباراة باقتدار، هو يعني يمكن توقع، افتكر كده، افتكر انه توقع اندفاع فريق فيتا كلاب النهارده على ارضه وسط جمهوره ده علشان يفوز اكيد بالثلاث نقاط يعني، او يبعد الاهلي عن المنافسه على الصعود. فاختار التشكيل الحقيقه ولا اروع، اختار مروان محسن اللي كان هايل وعمل اسيست، ولا اروع لمحمد شريف سجل بيه اول اهداف المباراه زي ما قلنا وفتح الجيم بقى، ولخبط مدرب فيتا كلاب، افتكر انه اربك حساباته، وبرده بدا بقفشه اجاييه شريف، يمكن استغلوا المساحات ديت ولعبوا على المرتدات، استحوذوا على الكوره بشكل كبير، كل اللعيبه كانوا رجاله، لعبوا بهدوء، لعبوا بسلاسه، خلينا نقول كانوا قد المسؤوليه فعلا. كمان عايز اقول حاجه مهمه جدا جدا، يمكن مدرب فيتا كلوب ورئيسه نادي فيتا كلوب امبارح كانت تصريحاتهم غريبه شويه بعيده عن الملعب، فالنهارده الاهلي رد والحمد لله انه الاهلي كسب ورد على المدرب اللي كان بيتكلم بشكل لا يليق، وكان بيقول لك اصل انا تعمدت ان الاهلي يلعب الساعه 3 عشان هو لعبنا الساعه 9 بالليل. عمر ما كانت سياسه النادي الاهلي بالطريقه دي، وعمره ما كان بيقصد انه يستفز منافس. في الملعب يحصل كل شيء، لكن بعيدا عن المنافسه الشريفه الاهلي عمره ما كان كده. انت قعدت تقول هتكسب الاهلي وهنلعب الساعه 3 وهنعذب الاهلي في الحر علشان رفض يلعبنا. الحقيقه انه الاهلي مش دي سياسته خالص، ومش دي مبادئه ولا متعمد. والموضوع كان لما اختار الاهلي ما بيختارش، دي مواعيد كاف هي اللي بتختار المواعيد دي، هي اللي بتختار الجمهور يحضر بأي أعداد يحضر، والأهلي لعب في التوقيت ده وفقا لكاف، وعمره ما كان بيفكر أفتكر بالطريقة ديت أنه يكسب. الأهلي بيكسب بإمكانيات لعبته مش بإمكانيات بعيدة عن الفنيات يا كابتن. صحيح، أنا بتفق معاك يا سلام، ولا بعيدة عن الأخلاق. يمكن اتكلمنا في النقطة ديت، والحمد لله النهاردة لعيبة النادي الأهلي والجهاز الفني قدروا يترجموا دوت، قدروا يترجموا هذه التصريحات للمدرب والمدير الفني لفريق فيتا كلاب، وكمان تصريحات رئيسة النادي، إن احنا الترجمة، وده اللي قلته امبارح، هو ده النادي الأهلي. الرد دايما بيكون في الملعب، الرد تصريحات دوت النادي الأهلي بعيد عنه تماما. النادي الأهلي ملتزم جدا جدا بقرارات الفيفا، الكاف آسف، هو بيحط ميعاد الساعة 9 يبقى الساعة 9، لكن بعيدا عن كل ده، خلينا نتكلم بعيدا عن كل الأمور الإدارية. النهاردة النادي الأهلي ظهر بشخصية البطل، ولما بنقول شخصية البطل على طول يبقى هو النادي الأهلي. الشخصية ديت اللي اتكلم عليها الكابتن محمود الخطيب، وكان بيأكد عليها للاعبتنا قبل السفر بيوم أو في نفس يوم السفر يوم السبت، وقال لهم روحوا بشخصية النادي الأهلي. شخصية البطل النهاردة ظهرت على أرض الملعب، وزي ما بقولت لحضراتكم أداء أكتر من رائع، ونتائج حتى على مستوى التاريخ. يعني احنا بنتكلم ان النادي الاهلي دلوقتي اول فريق مصري زي ما بنقول بيفوز على فريق في الكونغو على ارضه، 41 فوز خارج الديار، ده رقم كبير جدا، رقم تاريخي لكل الفرق الافريقيه على مستوى البطولات الافريقيه. لو اتكلمنا على محمد شريف النهارده، يعني اعتقد النهارده خلاص محمد شريف اعتقد كل الناس يمكن من قبل كده كمان عارفين قدراته الفنيه، وعارفين كمان قدراته البدنيه، لكن كمان قدراته الشخصيه. شريف بدا ينضج، ما بقاش بقى لعيب صغير لسه في السن ولا لا، خلاص هو بينضج، حتى من خلال تصريحاته بعد المباراه انه بيتكلم بشكل فيها شخصيه النادي الاهلي بشكل كبير جدا، انه كان بيقول كانت مواجهه صعبه، كان في ظروف صعبه، احنا اللي حطينا نفسنا في هذه الظروف، لكن احنا خرجنا نفسنا بالاداء الرائع النهارده. كان عنده بيقول عندنا ثقه في نفسنا كويس قوي، عندنا ثقه في جهازنا الفني ان احنا هنكسب هذه المباراه. يعني كمان السيد شريف كان بيشيد طبعا بمدربه موسيماني، وده المهم كمان، العلاقه ما بين المدير الفني واللعيبه على اعلى مستوى. النهارده على مستوى الاداره الفنيه موسيماني
كمان بيقوم بدور اكتر من رائع في اعتقادي الشخصي، يمكن من افضل مباريات موسيماني منذ قدومه للنادي الاهلي، بجانب طبعا مباراه الوداد هناك تفتكروا في النسخه الماضيه، لكن النهارده على مستوى التشكيل، على مستوى التغييرات، على مستوى التعامل في ظروف المباراه، اعتقد النهارده كان شيء اكتر من رائع. يعني زي ما بنقول بنطمن على محمد شريف كمان، يعني شفناه خرج كذا مره ودخل تاني وخرج، لكن محمد شريف تعرض لإصابة يمكن كانت بعيد عن الركبة شوية، كلنا كنا خايفين إنها تكون في الركبة، لكن كانت إصابة بعيد عن الركبة، عبارة عن يمكن شد شوية أو تصلب في وتر العضلة الخلفية، وده تبعيات ملعب الترتان، الأرض صعبة جدا، وبالتالي بنطمن على محمد شريف اللي هو فعلا يعني مكسب كبير جدا جدا لخط هجوم النادي الاهلي وماشي بشكل اكتر من رائع يا سيدي. دي حقيقه. يمكن زي ما انا قلت كابتن، كان في البعض اللي ما كانش متفائل يعني حيثيات المباراه كانت صعبه جدا. كان قلقان. والله بص كان في قلق عشان برضو ما ننكرش ده أكيد. لكن كان موسيماني الحقيقه كان عنده ثقه حتى قبل ما المباراة دي تتلعب النهاردة، كان واثق جدا من أنه هيحقق الفوز، وأنه الأهلي هيقدر يفرض شخصيته وأسلوبه في الماتش ده من بدايته لنهايته. وده فعلا لو تاخدوا بالكم هو ده اللي حصل النهاردة في الشوطين. قال النهاردة أنه سر ثقته في الفوز دي هو الفارق الكبير ما بين لعبة الأهلي وفيتا كلاب، وده اللي احنا برضو شفناه النهاردة. الأهلي النهاردة يا جماعة عنده جيل رائع جدا جدا من اللعيبة، وانا عايزه اقف هنا عند اللعيبه واتكلم عن لاعبتنا فردا فردا، لان برضو كل مباراه طبيعي جدا ان انت ما تاديش بشكل كويس، لكن الهجوم الغير مبرر علشان تهاجم بس او تنتقد بس، ده لا يليق، لا يليق جدا يعني ابدا ابدا. النهارده شفنا ياسر ازاي مقفل الدفاع، وكان نسر النهارده قاطع زي ما بيقولوا ميه ونور على كل مدافعي فيتا كلاب. شفنا ديانج السوليه، انا من وجهه نظري ده ثنائي كان النهارده الجندي المجهول في ماتش النهارده. شريف قد ايه بيثبت كل ماتش انه مهاجم كبير وجاي في الطريق وبيحاول يثبت قدام كل الناس انه خط هجوم الاهلي بخير بخير ان شاء الله. طاهر زي ما قلت لعب كل الملاعب النهارده، بيثبت انه مهاجم من طراز فريد بواليا، وتمريرته الذهبيه لطاهر النهارده اللي بيحرز بيها الهدف الثالث. اجاييه انا هسميه ساحر، عنصر لا بديل عنه الحقيقه في اي مباراه، بيستعد بشكل يعني مش طبيعي، عنده استعداد النهارده انه يغير لك النتيجه في اي لحظه. ده ابو خالد قفشه النهارده بيضرب قضيه بتدرس الحقيقه. اتكلم عن مروان، لو اتكلمت عن مروان برضه هقول كلام كتير، يعني طبعا النهارده ازاي مروان كان بيفضي مساحات، ازاي كان بيضرب دفاعات المنافس، ازاي بيخلق مساحات كويسه. موسيماني يعني كان عارف النهارده ان الكل هيشيد بيه، قال انه الاهلي هيكسب في الكونغو لانه بيستحق هذا الفوز في مباراه يمكن انتهت على ارضنا بالتعادل، لكن انتم عارفين انتهت ليه بالتعادل عشان احنا اتكلمنا فيها كتير قوي. يعني احنا النهارده مبسوطين، يعني احنا دلوقتي كمان بنتابع مع حضراتكم رجوع بعثتنا ان شاء الله. باذن الله رجوع بعثتنا توصل بالسلامه للقاهره، متواجدين والروح الحلوه، يعني شايفين طبعا ديانج في ابتسامه ظريفه كده، المكسب حلو. طبعا اجاييه من نجوم المباراه، بشكل ادى مباراه بشكل اكتر من رائع، وكلهم بصراحه يعني لو قلنا نجم المباراه مين هنحتار، يمكن ياسر ابراهيم كمان بيقدم مباراه اكتر من رائعه، لكن في المباريات اللي زي ديت بيكون الاساس هو المكسب، النجم هو النجم اللي هو الفريق، والفريق على مستوى اللعيبه، على مستوى الاداره الفنيه. دي صور طبعا من وجود بعثتنا في المطار، مصطفى شوبير طبعا اللي كمان اكيد هيكتسب خبرات كبيره جدا جدا مع وجوده مع محمد الشناوي الحارس الاول في افريقيا، محمد هاني. خلينا نتكلم من اجواء سعيده جدا، وان شاء الله باذن الله انا متاكد بعد العوده من الكونغو اكيد الملف هيتقفل، وكابتن سيد عبد الحفيظ كمان يمكن اشاد باداء اللعيبه بشكل كبير جدا جدا، ويعني كمان على المستوى الاداري وسام، وزي ما بقول لك كمان على المستوى التعامل مع الفريق بشكل اكتر من رائع، بيوفر له كل سبل الراحه. كابتن سيد عبد الحفيظ بيقوم بدور اكتر من رائع حتى على الجانب النفسي مع اللعيبه، بيقوم بدور اكتر من رائع. شايفين قدامنا بدري بنون، الصمام الاماني الكبير جدا جدا، والعقل المدبر لخط دفاع النادي الاهلي والشناوي.
عايز اقول احنا يعني سعداء جدا وفرحانين جدا باللعيبه ديت، مش عشان المكسب، النادي الاهلي بيكسب كتير جدا، لكن كان مهم جدا في الظروف ديت ان هذا الجيل يكتسب هذه الخبرات، انه بيتحط في موقف صعب جدا، انه بيخرج من هذا الموقف بشكل اكتر من رائع، بمكسب خارج الارض بشكل كبير جدا 3-0، نتيجه كبيره على فريق كبير زي فيتا كلوب. ان الخبرات ديت ان شاء الله تكون هي السلم اللي هيوصلنا ان شاء الله للمباراه النهائيه، ويكون طبعا العشرة اهلي في انتظارنا باذن الله. فدي خبرات بجانب طبعا يعني كمان الحاله المعنويه الجميله اللي هيرجع بيها النادي الاهلي، هيستأنف بيها يمكن بعد مباريات الدوري، او استعدادا حتى بقى للماتشين اللي جايين. امام عندنا مباراه امام المريخ في السودان، وثم المباراه الاخيره في هذه المجموعه امام سيمبا في القاهره ان شاء الله، دي هتكون يعني يوم 2 ابريل ويوم 9 ابريل ان شاء الله. لكن كل التحيه، وادي قفشه طبعا القاضيه زي ما انت بتقولي الثانيه النهارده، والهدف الثاني بيظهر كان بيظهر في في المواقف الحاسمه. سوليا طبعا النهارده برضو عمل مباراه كبيره، النهارده برضو افتقدنا يمكن عدد كبير من اللعيبه، اولهم معلول، محمود وحيد، وليد طبعا، صلاح محسن، اكرم، ناصر، رامي ربيعه، سعد، يعني قول بقى اصابات، قول اسباب اخرى، لكن الفريق بيظل محافظ على شخصيته ورغبته في انه يحقق الفوز دايما. النهارده كابتن سيد كان بيأكد خلاص انه دي صفحة واتقفلت، انتهت، الفريق بيبدأ النهاردة يركز في اللي جاي، سواء بقى دوري افريقيا، مشواره اللي جاي ده افتكر مهم جدا، وكلهم بقى هم بيحمدوا ربنا بقى وبيتابعوا بقى ردود الافعال اكيد. بس ده بيفتح لعلمك موضوع مهم جدا جدا، لازم يكون على رأس اولويات متسابي رئيس الاتحاد الافريقي الكاف، ازاي ان انت تطور ملاعبك، ازاي النهارده البلد المضيف للعبه النهارده في افريقيا، ازاي تكون الملاعب متامنه بشكل كبير، الملاعب، الجمهور. النهارده عندنا حدث استثنائي يا جماعه اسمه كورونا، ما بقاش مستجد خلاص، ازاي النهارده كان في جمهور كبير جدا حاضر الماتش. ما هو دوت ده لازم يكون على راس اولويات الرئيس الجديد للاتحاد الافريقي. طبعا بننتظره من الاتحاد الافريقي برئاسه متسبي، طبعا هو قال كده كمان يعني اعتقد هو يعني اعتقد هتبقى في يعني حقبه جيده جدا جدا زمنيه للاتحاد الافريقي الفتره اللي جايه. هو كمان خلي بالك وعد ان البطوله الافريقيه دي كمان القيمه الماليه هتزيد، وممكن توصل، انت عارفه السنه اللي فاتت كان تقريبا 4 مليون دولار، هو بيتكلم عايز توصل هذه الجائزه للبطوله الافريقيه توصل ل 15 و20 مليون دولار. فهو عايز يرفع ويعني الفاليو وقيمه البطوله الافريقيه، مسابقات القاريه طبعا تكون على اعلى مستوى من حيث الجوائز، وكمان الملاعب زي ما احنا شفنا اكيد الملاعب لازم يكون لها حل، كمان تنظيم عمليه دخول الجماهير، السماح لبعض الدول والبعض الاخر لا، ده طبعا عليه علامه استفهام. كمان الملف الافريقي كمان اكيد هيكون فيه يعني متابعه بشكل خاص، لكن خليني كمان اقول لحضراتكم ان النهارده طبعا الكابتن سيد عبد الحفيظ طبعا بعد الرجوع للكابتن محمود الخطيب بيقرروا ان هم يضعفوا مكافاه الفوز. ليه ضعفوا مكافاه الفوز؟ اعتقد اللعيبه تستحق، ودايما لعيبه النادي الاهلي اخر حاجه بيبصوا لها هي المكافئات، وانا عشت الكلام ده جوه النادي الاهلي. كان لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني الهم الكبير ان هو الفوز بهذه المباراه، اولا للرجوع تاني ان شاء الله لصداره هذه المجموعه، نمره اتنين يعني ارضاء الجماهير. حضراتكم عارفين قد ايه اللعيبه والجهاز الفني يعني بيشتغلوا كل دوت عشان خاطر جماهير النادي الاهلي. فالنهارده قرر الكابتن سيد عبد الحفيظ بعد الرجوع طبعا للكابتن محمود الخطيب مضاعفه مكافئات هذه المباراه للعيبه النادي الاهلي، يستحقوا، نقول لهم الف الف مبروك. وزي ما قال الكابتن سيد عبد الحفيظ راجعين ان شاء الله ترجعوا بالسلامه، هذا الملف هيتقفل مؤقتا استعدادا للدوري الممتاز، وان شاء الله استعدادا كمان بقى ل عندنا خطوتين، عندنا المريخ في السودان وعندنا فيتا وعندنا سيمبا في القاهره. ان شاء الله نكسب المباراتين دول ونتصدر المجموعه يا رب. إن شاء الله. مش صعب على لاعبتنا ولا صعب على اللي احنا شفناه النهارده. صحيح. وباذن الله ان شاء الله الاهلي يقدر، الاهلي قادر يا جماعه. قبل ما نطلع بقى لفقرتنا الحواريه الاولى هنسيب يمكن فريقنا شوية ونروح لخبر
من الأهلي برضو بس من مجلس الإدارة، بعد طبعا ما كلف الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس النادي النهاردة والمشرف على الكورة طارق أنديل عضو مجلس الإدارة كمان وبحضور الاجتماع اللي دعا عليه اتحاد الكورة بكرة، ده علشان يشرحوا وجهة نظر النادي الأهلي ويضعوا خريطة جديدة للدوري، الهدف منها أنه يخفف ضغط المباريات اللي بيشكل عبء كبير جدا جدا على اللعيبة والجهاز الفني وفكرة تلاحم المواسم والمباريات. المهندس أحمد مجاد ورئيس طبعا اللجنة الثلاثية الحالي المكلفة بإدارة اتحاد الكورة وجه الدعوة دي للأندية كلها علشان تجتمع بكرة إن شاء الله الساعة 1 الظهر علشان يتبادلوا الآراء المختلفة إن فكرة ضغط المباريات دي عبء زي ما قلنا، ومش عبء بس على النادي الأهلي، لا عبء على كل الأندية النهاردة اللي بتشارك في الدوري الممتاز وخاصة اللي بتمثل الكورة المصرية في البطولات القارية زي الأهلي والزمالك. ف في امور كتيره جدا هيتم طبعا وبيراميدز اكيد يعني هيتم مناقشتها بالتفصيل ما بين هذه الانديه واللجنه المكلفه باداره الكوره في مصر. اتحاد الكوره النهارده في بيانه للاتحاد المصري اذ يدعو الأندية لهذا الاجتماع يضع مصلحة الكرة المصرية ومنتخباتها الوطنية وأنديتها ومسابقاتها المحلية في عين الاعتبار في ظل موسم أجبرت ظروف تفشي فيروس كورونا في العالم كل الأطراف أن تعيش ظرفا استثنائيا من انتهاء الموسم الماضي في وقت متأخر جدا وانطلاق الموسم الجديد في شهر ديسمبر الماضي بعد أيام من ختام الموسم المنقضي وذلك لأول مرة في تاريخ الدوري المصري. ونظرا لأن الارتباطات الدولية للمنتخبات الوطنية على المستويين الأول والأولمبي السارية فإن ذلك كله يضعنا أمام مسؤولية كبيرة يجب الترابط معها للحفاظ على مقدرات الكرة المصرية محليا وخارجيا وبشكل يضمن مصالح كل أطرافها ويرضي طموحات جماهيرها. ده البيان يعني احنا ده البيان كاملا ده بيان اتحاد الكورة وده بشأن اجتماع كافة الأندية بكرة وطبعا النادي الأهلي حاضر بشكل كبير عشان يتكلم في الضغط اللي بيشوفه في تلاحم المباريات ده. أنا في اعتقادي يعني كان في بعض الانتقادات بعض الانتقادات على اللجنة الثلاثية من بعض النقاط لكن أنا بحترم فيهم جدا إن لما بيكون في حاجة بيجتمع بالأندية وبياخد آرائهم. إحنا عارفين إن النادي الأهلي مش نادي الأهلي بس نادي الأهلي والزمالك وبيراميدز بيشاركوا في البطولات الأفريقية. الموسم كان طويل جدا، تلاحم المواسم صعب جدا على اللعيبة، كمان عندنا زي ما بيقولوا الارتباطات، عندنا منتخب مصر يا رب إن شاء الله، عندنا كمان منتخب مصر الأول عنده مباراة مع كينيا وجزر القمر، عندنا منتخب الأولمبي عنده أولمبياد إن شاء الله في الصيف 21. فكل دوت إزاي ننسق هذه العملية إن نشيل الضغوط شوية على الأندية إن احنا ننظم جدول الدوري بما يتناسب مع مصلحة الأندية كلها وخاصة الأندية اللي بتلعب على مستوى القارة الأفريقية، وده كمان هيخدم منتخباتنا المنتخب الأول والمنتخب الأولمبي. فشيء جيد جدا أن يكون هذا الاجتماع بالتنسيق مع الأندية إزاي نرفع هذه الضغوطات شوية، جدول الدوري إزاي نحسنه لصالح الكرة المصرية، ده مهم جدا. دي مشاكل بتقابل كل موسم في الدوري يعني بتقابلنا. الموسم ده استثنائي بشكل كبير استثنائي جداً. عشان أنت عملت كل المشاركات يعني أنت شاركت في كل المسابقات الحقيقة صحيح. يعني فكان التلاحم ضاغط جدا على النادي الأهلي. هنطلع لفاصل وبعد الفاصل نستقبل عمر البنوبي الناقد الرياضي وحديث مطول مع الكابتن هاني في البيت الكبير. اهلا بحضراتكم مره تانية في البيت الكبير، فقره الثلاثاء المميزه دايما مع المميز الناقد الرياضي الكبير عمر البنوبي، بنرحب بيه في البيت الكبير. طبعا هنتكلم اكيد عن فرحتنا النهارده، فرحه جماهير النادي الاهلي ومباراه انا في اعتقادي مباراه تاريخيه مصريه في مشوار الافريقي العاشر للنادي الاهلي والفوز 3-0 على فيتا كلوب. هنتكلم كمان على بعض الاخبار العالميه، هنخش في الكاف وبعض الاخبار العالميه الخاصه ببرشلونه وبعض الانديه العالميه، ومفيش افضل حقيقي في مصر كلها يمكن في الوطن العربي مفيش افضل من الناقد الكبير عمر البنوبي عشان يكلمنا على هذه الملفات. عمر بنرحب بيك في البيت الكبير، مبروك اول حاجه لازم اقول لك مبروك النهارده الفوز الكبير، فوز النادي الاهلي. طبعا الف مبروك لجمهور النادي الاهلي لفريق كله بجهازه الفني يعني المجموعه الاداريه ومجلس الاداره
شايف انه كان زي ما حضرتك ذكرت هي كانت مباراه مفصليه شويه في مشوار البطوله العاشره ان شاء الله. ان شاء الله. اعتقد ان الاهلي قدم مباراه قويه قوي، يعني كانت الناس اكثر المتفائلين شايف ان الاهلي ممكن يكسب 1-0. كنت قلقان قبل الماتش؟ ما كنتش قلقان، كنت شايف انه دايما الاهلي يعني مباراه سيمبا الخساره كانت جرس انذار علشان الدنيا تبتدي تتعدل. اللي حصل طبعا في مباراه فيتا كلوب في القاهره ده كان حاجه بره الخيال، يعني ان انت بتوصل باكتر من 12 فرصه ما تسجلش الهدفين، تتظلم في ضربه جزاء مش ضربه جزاء، وتخسر نقطتين في المباراه دي، وتاثر على مشوارك ان انت بقيت مطالب ان انت تكسب كل الماتشات علشان انت دايما طموحك انك تصعد اول. لكن ان انت توصل لانك تلعب فيتا كلوب في كينشاسا وتقدر انك تكسب مكسب كبير، ممكن اكون ما كنتش متوقع مكسب كبير. أيه. لكن شايف انه ان الاهلي بعد المباراتين اللي فاتوا كان لازم هيعمل كده، وكان لازم هيكسب باي نتيجه علشان يحقق الهدف بتاعه الثلاث نقط من المباراه دي، وعلشان يكمل مشواره في التاهل من دور المجموعات للدور التالي ان شاء الله. ده كان مهم جدا، اولا على مستوى المشوار الافريقي طبعا مهم جدا المباراه دي، ويمكن كان الناس بتقول حتى لو ما كسبناش التعادل، اعتقد انا كنت دايما بقول في البيت الكبير النادي الاهلي دايما باصص على الصداره، وانك عشان تتصدر لازم تكسب المباراه. كان تحديات كبيره جدا ان كمان تثبت كمان ان مباراه القاهره ما كانتش سوء اداء، بالعكس كنت بتادي باداء اكتر من رائع، وان النتيجه كان ليها ظروف خاصه وسيناريو خاص مش هيتكرر تاني. وكمان عمر دي رساله كمان قويه ان النادي الاهلي لما طبعا كل النتائج بتتعرف على مستوى القاره الافريقيه، النادي الاهلي بيكسب 3-0 فيتا كلوب، فرقه من الفرق اللي حاصله على هذه البطوله الكبيره، بتكسبه على ملعبه، اول فريق مصري بيكسب فريق كونغولي على ارضه، كل ديت بتدي بقى ثقه للعيبه وترجعهم تاني على التراك زي ما بنقول يعني. لا يعني حضرتك ذكرت نقطة مهمة، انه في اجزاء تخص العامل النفسي كمان، فكرة ان كل الفرق المصرية على مدار اكتر من نصف قرن بتروح الكونغو ما بتكسبش، يعني اقصى نتيجة عملوها كانت التعادل، احنا بنتكلم في 23 مباراة لعبتها الاندية المصرية ضد الاندية الكونغو في الكونغو، منهم 16 هزيمة، منهم 6 تعادلات فقط، اول فوز واول انتصار في تاريخ الانديه المصريه في الكونغو على الانديه الكونغوليه اللي حققه النادي الاهلي النهارده وبنتيجه كبيره. اعتقد انه كمان ده من الانتصارات، يعني اكبر فوز في تاريخ النادي الاهلي على انديه الكونغو النتيجه بتاعه 3-0 النهارده. فاعتقد انه لا يعني زي ما حضرتك ذكرت في مكاسب كتير للانتصار النهارده. الارقام دي مهمه جدا بالمناسبه، يعني لما بنقول الاحصائيات دي لا هي مهمه، تاريخ النادي الاهلي وكل ماتش فيه مهم قوي، فالنهارده انت كسرت رقم كان سلبي بالنسبه للكره المصريه كلها، والنادي الاهلي هو اللي ابتدى يدي النقطه ايجابيه ان انت تقدر تكسب على ارض الكونغو. النقطه الثانيه والاهم انه كمان اثبت انه الموضوع تقييم المدرب، مش بقول على النادي الاهلي بيقيم مدربه، لا على التقييم العام على السوشيال ميديا في الجرايد في المواقع، الانتقادات اللي هي في غير محلها ومش بناء على دراسة أو دراية بالأوضاع كلها. ما ينفعش قايم مدرب علشان فرقته تعادلت ماتش يا جماعة، يعني أنا تعادلت ماتش في ظروف استثنائية مش هتتكرر تاني زي ما حضرتك قلت. فأعتقد أنه بالعكس موسيماني النهاردة جرس إنذار لكل الفرق التانية في القارة وفي البطولة، أن أنا لا أنا قادر أن أنا أكسب بره أرضي وبنتيجة كبيرة، ومع فريق على فكره فريق جيد جدا وعنده لعيبه دوليه، يعني فيتا كلوب عنده اكتر من لاعب دولي، المدرب بتاعهم فلوران ايبينجي مدرب كويس جدا، مدرب درب منتخب الكونغو برضو، وجمع ما بين تدريب فيتا كلوب وما بين تدريب المنتخب، وهو من المدربين الكبار في افريقيا. لان برضو بشوف بعض الناس في نغمه حته انتوا يعني احنا فرحانين ليه ان الاهلي كسب فيتا، ما فريق فيتا مش فريق قوي، لا فريق فيتا فريق قوي جدا، وفريق فيتا دايما بيبقى موجود في الادوار المتقدمه في بطوله افريقيا. فاعتقد ان الاهلي حقق افضل نتيجه النهارده. افضل نتيجه وكمان على مستوى الارقام، انت عارف الفوز خارج الديار طبعا او خارج الملعب، 41 فوز ده كمان انجاز للنادي الاهلي، انه بيكسر رقم كبير، هو صاحب الرقم اولا واخيرا، انك بتكسب خارج ارضك 41 مره حتى على مستوى كل الفرق الافريقيه، ده رقم جديد يضاف لارقام النادي الاهلي. طالما جبت سيره موسيماني، كنت فوجئت بالتشكيل شويه وأكلمك على الإدارة الفنية من خلال التشكيل اللي بدأ بيه موسيماني ومن خلال التغييرات. شفت أداء موسيماني النهاردة إزاي؟ أنا شايف أنه أدار المباراة بالطريقة الأفضل، ولذلك خرجت النتيجة بالشكل ده. لو اتكلمنا عن التشكيل ممكن تلاقي كل حد عنده رأي مختلف
في حته بدايه ازاي، انا ابتدي بمحمد شريف ولا ابتدي ببواليا ولا ادي طاهر من الاول، ابدا بحمدي فتحي ولا ابدا بالسوليه في وسط الملعب. فاعتقد انه النهارده التشكيل اللي بدا بيه هو الافضل، وقدر ان هو يسجل هدفين بدري، والاهلي اهدر فرص كمان في الشوط الاول كتير، كان ممكن النتيجه تخلص 4-0 الشوط الاول لو الفرص اللي تواجدت تم تسجيلها او تحويلها لاهداف. فاعتقد انه التشكيل كان كويس. التغييرات هو برضو اجبر على بعض التغييرات، زي ما شفنا النهارده الخبطه اللي اخدها محمد شريف، او هو وقع بسبب ارضيه الملعب، ففضل انه ما يغامرش بيه برضو. وفي النهايه محمد شريف ادى ما عليه في المباراه دي وسجل هدف يعني رائع، وده اول هدف للاهلي في على ارض الكونغو، اول هدف للاهلي على الملاعب الكونغوليه. فبرضو الاصابه نفسها كان ضروري انه يتم التبديل ده. لو شفنا كمان ايمن اشرف بعد كده، خاف برضو على ايمن طبعا، لانه ايمن اشرف من افضل العناصر اللي موجوده، ولو ان برضو لو اتكلمنا عن اللعيبه على المستوى الفردي حتى النهارده كل لعيبة أجادت. يعني أيمن أشرف أجاد، بيكهام لما نزل أدى مباراة جيدة جدا وعنده كورة وعنده ثقة، وده بيفرق كتير مع اللعيب خصوصا لو في مركز بيكهام. شفنا النهاردة ياسر إبراهيم بيأدي مباراة على أعلى مستوى. يعني أنا شفت النهاردة دفاع النادي الأهلي بره أرضه قدام فريق بيهاجم كتير، لكن الأهلي قادر أنه هو يدافع بشكل إيجابي، وأنه كمان يمنع كل الفرص ويخلق هجمات، وده اللي ما كانش موجود. يعني الواحد وهو كان بيتفرج كده كان الصورة بتروح لماتش سيمبا، بتروح وتيجي. اعتقد النهارده النادي الاهلي كل السلبيات اللي ظهرت في مباراه سيمبا اعتقد النهارده اختفت تماما، على العكس استفدنا منها. عمليه الضغط في وسط الملعب كانت اكتر من رائعه، عمليه استغلال الفرص هتتكلم دلوقتي، يمكن جالنا كان ممكن نحقق نتيجه افضل كمان، لكن عدد الفرص اللي جت بالنسبه لعدد الاهداف مقبول جدا مقارنه بالفرص اللي ضاعت، تقارب الخطوط كمان، تقارب الخطوط بشكل اكتر من رائع. طب من كل دوت عايزك برضو تقول لي انت من وجهة نظرك الابرز، مش هنقول بقى نجم المباراة، الابرز في المباراة من وجهة نظرك كان مين من لعيبة النادي الاهلي؟ لا انا شايف انه في لعيبة كتير، ومش يعني ما اقدرش ان انا اظلم لعيب بان انا اختاره، لكن انا شايف الشناوي كالعادة في اعلى مستوياته، عندنا مان اوف ذا ماتش، ما هو بيطلع مان اوف ذا ماتش في اعلى مستوياته، عندنا ياسر ابراهيم برضو مازال في اعلى مستوياته في المباراه دي، بدر بنون خط الدفاع بالكامل. شفنا حتى على المستوى الهجومي حتى والتر بواليا لما نزل في عمل والله شغل كويس، ادى بشكل كويس، كان ايجابي جدا على المرمى، وصنع الجول الثالث لطاهر محمد طاهر. فاعتقد انه الفريق كله يتقيم النهارده انه 10 من 10 صحيح، وده مهم جدا ان كمان الثقه ترجع لفرقتنا، وان الفوز كان مهم جدا للمشوار. طب نتيجة مباراة النهاردة، مباراة النادي الأهلي وكمان مباراة سيمبا وفوزه على المريخ 3-0، تبين ملامح المجموعة بشكل أكبر، ولا أنت شايف أن لسه شوية؟ يعني خليني أقول لحضرتك أن النهاردة لو بصينا للمجموعة شايفين أن سيمبا دلوقتي متصدر وفرق 3 نقط عن النادي الأهلي، سيمبا 10 نقاط بالضبط والأهلي 7 نقاط. نادي سيمبا أنا شايف أنه خرج كل اللي عنده في الاربع ماتشات اللي فاتوا، ونادي سيمبا عنده تجربه جيده في الكره الافريقيه، وغير مدربه قبل دور المجموعات على طول، لانه مصعد بسيمبا هو سفين فاندنبروك، وده مدرب بلجيكي كان مساعد هوجو بروس في منتخب الكاميرون لما خد امم افريقيا. بعد كده جه ديديه جوميز، وديديه جوميز كان اشتغل مع نادي الاسماعيلي هنا، واشتغل مع المريخ السوداني برضه. فالتغيير ده ما اثرش كتير، لانه نادي سيمبا عنده عناصر جيده، المدرب اللي موجود مدرب برضه اشتغل في افريقيا واشتغل مع المريخ واشتغل في الدوري المصري، فعنده جزء. النهارده ماتش سيمبا والمريخ، سيمبا تفوق بسهوله، لانه برضه النادي المريخ بيمر بازمات فنيه متتابعه من قبل البطوله، بالرغم عن اداره فنيه جديده للمدرب الانجليزي كلارك، ودخوله للمريخ على راس القياده الفنيه ما اثرش، شايفين ما اثرش. هقول لحضرتك ليه يا كابتن هاني، يمكن انا اعرف ليه كلارك من فتره طويله. ليه كلارك وقت ما كنت بشتغل مع نادي هال سيتي الانجليزي كان هو بيدرب بيرمنجهام سيتي في الشامبيونشيب الدرجه الاولى، وهال سيتي نفتكر احنا كسبناه 5 بالمناسبه يعني في الموسم ده، وجده جاب جولين وكانت مباراه كبيره. لي كلارك من المدربين اللي اشتغلوا على مستوى يعني اعتقد انه افضل فتراته هي فتره بيرمنجهام سيتي وهدرسفيلد تاون، ودول اكبر فرقتين دربهم وكانوا في الدرجه الاولى. بعد كده ما دربش خالص بريمير ليج خالص، وبعد كده مستواه كمان ابتدى التدريب يقل، لانه بيدرب فرق في الليج 1 وفي الليج 2، وده بيقول ان هو
كانش مهتم شويه بتطوير نفسه ممكن، ما جالوش العروض المناسبه، يعني سقفه التدريبي كان كده. انه ياخد مغامره التدريب في افريقيا دلوقتي، اعتقد ان هي مغامره كبيره قوي على لي كلارك في الفتره الحاليه. كان المفروض مثلا يروح فريق في ظروف افضل، لكن طبعا هو جات له فرصه المريخ. اعتقد انه على ما يتعرف على الكره الافريقيه وعلى ما يبتدي يقنع لاعبي المريخ ويقدر ينقل لهم فكره الكروي وانه يشتغل على تطوير اللعيبه، هيكون الامور بالنسبه له صعبه شويه. فرصته الوحيده للظهور هي مباراه النادي الاهلي، انه هيلاعب النادي الاهلي في السودان، فاكيد هيحاول يطلع كل اللي عنده كل اللي عنده. طب انا ده هتاخدني لمشوار المباراتين اللي جايين لمباراه النادي الاهلي. اولا هيبقى مع المريخ السوداني في السودان. الناس كل الناس بتقول لا خلاص المباراه مضمونه والمباراه سهله ما فيش مشكله هنروح نكسب، يعني انت شايف المباراه ازاي؟ لا ما عندناش مباراه سهله وما عندناش مباراه مضمونه في دوري ابطال افريقيا ولا حتى في الدوري المصري. صحيح. في الفتره الحاليه كل الفرق بتحاول تطلع كل اللي عندها قدام النادي الاهلي سواء في افريقيا وسواء في الدوري المصري، فاكيد الاهلي بيبقى عامل حسابه محضر كويس، المدرب هيبقى شغال على المباريات انه عاوز يدخل يكسب كل مباراه. فما يعني الواحد ما يقولش انه ممكن مباراة تكون مضمونة سواء المريخ أو مباراة سيمبا في القاهرة، لكن أعتقد أن النادي الأهلي قادر على أنه يفوز على سيمبا في القاهرة وأنه كمان يفوز على المريخ في السودان، لأنه هو النادي الأهلي زي ما شفنا النهاردة أنه بيقدر يكسب بره أرضه مع فريق بينافس برضه ما زال عنده أمل المنافسة على مركز مؤهل للدور التالي. فأعتقد أنه لا المباراة مش تكون سهلة، فيش مباراة لا سواء سيمبا أو المريخ، وأعتقد أنه الأهلي قادر على الانتصار في المباراتين. وقادر طبعا وقادر أكيد على الصعود أول مجموعة. أنا شايف أنه بالحسابات اتعقدت شوية الحسابات في المجموعة دي، لكن الأهلي قادر أنه يكسب الماتشين الجايين وأن نتائج كمان المنافسين تخدمه أنه كمان يصعد أول مجموعة. هو عشان يصعد أول مجموعة أكيد لازم نكسب الماتشين اللي جايين، ولو حتى سيمبا مثلا كسب يعني انت دلوقتي لو كسب او انت تكسبه فرق الاهداف بقى فرق الاهداف والمواجهات المباشره بالظبط انت تسجل تكسبه فرق هدفين فرق هدفين يبقى تصعد اول. فانا اعتقد انه ده في ايد النادي الاهلي وفي ايد لعيبه النادي الاهلي، والاهم انه زي ما حضرتك ذكرت في الانترو ان مباراه فيتا كلوب صفحه وانتهت. صحيح. موضوع واتقفل. انا دلوقتي بفكر في اللي جاي، هو ده الاهم، واعتقد انه ده هو مفتاح الصعود من المركز الاول ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. لكن هاخد من البطولات الافريقيه او من الشامبيونز ليج الافريقي بعض النقاط اللي نترجمها على مستوى الكاف. النهارده كان في اجتماع مهم جدا، يمكن موتسيبي الرئيس الجديد للكاف كان عنده اجتماع، كان في بعض النقاط اللي اتكلم فيها هنعرفها منك. هل تدرج لنقطه عمليه او البرنامج اللي هو قدمه واللي يهم طبعا دلوقتي يمكن جماهير النادي الاهلي بصفه خاصه، عمليه الملاعب السيئه اللي بعض الفرق الافريقيه اللي بتشارك في دوري الابطال عندها هذه الملاعب، المباريات مواعيد المباريات، بتتكلم على حضور الجماهير، بتتكلم على القيمه الماليه للبطوله، هل هتختلف؟ ايه اهم النقاط النهارده اللي انت شفتها من خلال اول اجتماع لرئيس الكاف الجديد متسبي؟ يمكن متسابة النهارده عمل مؤتمر صحفي واتكلم فيه عن معظم النقاط اللي حضرتك ذكرتها. يعني هو ده المؤتمر بتاعه النهارده، عمله في جنوب افريقيا في بلده، وده كان اول لقاء له مع الصحافه الجنوب افريقيه. وهنا اتكلم اهو بصفته بقى رئيس الاتحاد الافريقي لكره القدم بالظبط. فهو طرح عدد من النقاط المهمه، منها الاجزاء اللي حضرتك اتكلمت فيها، يعني فيما يخص ملاعب، مواعيد اقامه المباريات في بطولات الانديه. هو اتكلم عن انه مفيش حاجه اسمها، او اول قرار كان خده ان المباريات كلها هتتلعب بعد كده بالليل، علشان هيعمل خطه تاهيل او خطه تطوير للبنيه التحتيه للملاعب في القاره الافريقيه. الدول اللي عندها ملاعب جيده زي مصر خلاص دي جاهزه، الدول اللي ما عندهاش بقى البنيه التحتيه دي وبتشارك انديتها في البطولات القاريه ومنتخباتها كمان في البطولات، هيبتدي ياهل على الاقل ملعب موجود في كل بلد انه يستقبل المباريات دي تحت الاضواء الكاشفه مش في عز الظهر زي ما بنشوف. يعني هو قال خلاص ما فيش مباراه في البطوله الافريقيه هتقام الساعه 3 او الساعه 2 يعني الظهر، يعني ده المرحله اللي جايه. المرحله الجايه طبعا مش قريب بالظبط. يعني. لانه طبعا اكيد هياخد وقت، الموضوع هياخد بادجت كبيره وهياخد وقت. النقطه الثانيه اللي هو اتكلم فيها، اتكلم كمان عن بطولات الانديه وانه عاوز طبعا يعظم من الجوائز بتاعه بطولات الانديه. اتكلم سأل النهارده في المؤتمر ده، اتسأل عن وضع بطولة كأس الأمم الأفريقية وهل هتقام كل 4 سنوات زي بطولة أوروبا أو لا. هو أكد إنه في الوقت الحالي وفقا لاتفاقاتنا مع الرعاة هيكون البطولة كل سنتين زي ما هي، مفيش كلام عن تغيير نظام كأس الأمم الأفريقية ولا توقيتاتها. في نقاط كتير كمان هو اتكلم فيها تخص
مستقبل او رؤيته لمستقبل الكره في افريقيا تحت ادارته. ان هو بيفكر انه شايف ان القاره الافريقيه مش هترجع للخلف، وده قاله صراحه في المؤتمر، وانه عايز الكره الافريقيه سواء على مستوى الانديه، قال احنا هنا في افريقيا بندفع فلوس كتير علشان نشترك في قنوات عشان نتفرج على بطولات اوروبا. انا عايز العكس، عاوز اوروبا هي اللي تدفع علشان تتفرج على بطولات افريقيا، وده مش هيجي الا بتطوير المستويات جوه القاره. وبيتكلم عن فكره ان المنتخبات الافريقيه لابد ان هي تتطور فنيا، انه على ارض الملعب تقدر تنافس المنتخبات العالميه الفتره اللي جايه. هو كلام كتير وكبير جدا، وهياخد وقت وهياخد بادجت كبيره او ميزانيه ضخمه جدا علشان يقدر يحقق ده على ارض الواقع. هو مؤمن جدا بالقاره الافريقيه، هو شايف انه القاره الافريقيه لابد ان تحافظ على احترامها على مستوى العالم، وانه يعني يبقى في تطوير المواهب هنا وتطوير لكل المنتخبات والمستويات الفنيه علشان يقدر ينافس على المستوى العالمي. نتعشم منه ده ممكن هو يقدر ينفذه الفتره اللي جايه على مستوى يعني البطوله الافريقيه، ودي البطوله الاهم من بطوله الشامبيونز ليج الافريقي. على مستوى الجوائز الماليه، في ارقام اتقالت على السوشيال ميديا، في بعض الناس بيقولوا ان هو هيعظم هذه البطوله وتبقى جائزه الفائز تصل ل 15 الى 20 مليون دولار. تعرف الجائزه اللي فاتت كان 4 مليون دولار. هل الارقام دي صحيحه ولا هو بس عايز يعظم ما جابش بالديتيلز؟ يعني عايز يعظم البطوله من خلال جوائزها، من خلال الملاعب، من خلال النقل التلفزيوني. قال رقم معين بالنسبه للتشامبيونز ليج الافريقي؟ لا، هو ما استعرضش ارقام، لكن في فكرتين مطروحين. الفكره الاولى اللي هي تعظيم قيمه جوائز البطولات الافريقيه، وده هدف عنده علشان من خلال الجزء التسويقي ان هو يحقق عوائد اعلى ويبقى عنده شراكات. وقال النقطه دي بشكل صريح، ان انا هفكر 95% في الوضع الحالي وفنيات الكوره، وان انا اطور الكوره في افريقيا، لكن في 5% هقعد افكر فيهم اللي هم الشراكه مع القطاع الخاص الفتره اللي جايه علشان اقدر اطور اللعبه ويبقى عندي الميزانيات اللي انا محتاجها عشان احقق الاستقلاليه الماليه. صحيح. للكاف، للاتحاد الافريقي. النقطة الثانية اللي اتكلم فيها عن البطولات الأفريقية هو المقترح اللي طرح أصلا من رئيس الاتحاد الدولي جاني انفانتينو، اتكلم في المغرب من فترة تقترب من سنة تقريبا، السنة اللي فاتت، عن بطولة دوري السوبر الأفريقي على غرار دوري السوبر الأوروبي اللي كان مقترح ولم ينفذ حتى الآن، وإنه تكون بطولة كبرى للأندية الأفريقية، وإن البطولة دي تكون عوائدها المالية تصل إلى 20 مليون دولار و50 مليون دولار، وأرقام ضخمة جدا. هو بيتكلم في إنه يبقى دوري من دورين. أعتقد إنه ده شوية بعيد عن التنفيذ لحد دلوقتي، مش سهل إن هو يبقى مطروح على الأرض بشكل سريع. يعني لابد إنه إحنا الأول نبص على البطولات في الوقت الحالي، وضع بطولات افريقيا في الوقت الحالي، بطولات الانديه، اللوجيستكس بتاعتها، هل انا اقدر اطور ده، اقدر انفذ اصلا بشكل قوي ولا لا، تطوير تقنيه الفار هو اتكلم فيها في برنامجه الانتخابي كمان، ان هو عاوز يطبق تقنيه الفار على طول في كل البطولات. فبالتالي انا اتمنى ان ده الاول، بعد كده نفكر في خطوه انه يكون في بطوله بديله او بطوله جديده للانديه، لكن انك انت تشتغل على فكره دوري السوبر، لا، مش ده الاولويه. الاولويه المفروض تبقى بالنسبه لي ان انا اطور المسابقات الافريقيه على وضعها الحالي. ملف النادي الاهلي مع الاتحاد الافريقي، يمكن الاسبوع اللي فات او يمكن من ايام قليله كان النادي الاهلي بعت بيان احتجاج على وجود جماهير. شايف العلاقه ما بين مجلس اداره النادي الاهلي والكاف في الفتره الجايه رايحه فين؟ ويعني متفائل انت اصلا متفائل بالحقبه القادمه من الكاف بعد يمكن 3 سنين صعبه جدا على المستوى الاتحاد الافريقي؟ انا شايف ان الفتره اللي جايه هتبقى مختلفه تماما. اللي جاي دلوقتي او السيناريو اللي جه بيه باتريس موتسيبي هو سيناريو جياني انفانتينو، اللي شايف انه انا لابد اغير الوجوه اللي موجوده على قياده الاتحاد الافريقي الفتره اللي جايه. وبالتالي باتريس موتسيبي حتى النهارده اتكلم فكره، انا كنت لاول مره في التاريخ مضطر ان انا اختار 5 نواب للرئيس، وانه انا حاولت اغطي كل المناطق الافريقيه في اختياراتي للنواب الرئيس. ويعني الفتره اللي جايه اكيد هيبقى شكلها مختلف عن الفتره اللي فاتت، لكن علاقه النادي الاهلي بقى بالاتحاد الافريقي في الوقت الحالي اعتقد ان هي علاقه جيده جدا. انا عارف مدى معاناه النادي الاهلي في الفتره اللي فاتت، في الـ3 أو 4 سنين اللي فاتوا النادي الاهلي عانى مع الاتحاد الافريقي في اكتر من موقف، وفي حاجات كتير الاهلي لما اعترض عليها رسميا اتضح ان راي النادي الاهلي كان صح، وان اعتراضات النادي الاهلي كانت في محلها. لما اعترض على التحكيم بدات الفيفا تشتغل على مشروع تطوير التحكيم في افريقيا، وهم يختاروا 20 حكم وهم دول اللي يبقوا الصفوه بتاعه الحكام في افريقيا بعقود محترفه بمرتبات بتدريبات.
منتظمه طول الوقت، كل منطقه لها مدرب بيتابع الحكام بتوعها، فده جزء. لكن انا شايف انه من فتره ومن قبل كمان ما يبقى متسبي هو رئيس الاتحاد الافريقي، النادي الاهلي علاقته جيده بكل الانديه الافريقيه. هنا المهندس هاني ابو ريده اولا مرشح مصر اللي حسم مقعده في مجلس الفيفا وفي المكتب التنفيذي للكاف. هنا الاستاذ فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي على مقعد الفيفا ومكتب التنفيذي للكاف. هنا باتريس موتسيبا، علاقة الأهلي باتريس موتسيبا كانت جيدة من البداية. باتريس موتسيبا من أبناء منظومة الأندية مش الاتحادات، وده الأول مرة في تاريخ الكاف أنه الرئيس هو من كوادر الأندية ومن كمان كوادر المستثمرين في الأندية اللي عندهم القدرة المالية أن هم يشتغلوا على ملف كرة القدم. ويتكلم بشكل أكتر من رائع على النادي الأهلي، يعني كان بيتكلم حتى من خلال بيتكلم على تطوير الأندية الأفريقية من نفسها، وأن يحتذى النادي الاهلي يحتذى به في هذه المنظومه، ان ازاي النادي الاهلي بيطور نفسه على المستوى التسويقي على المستوى الفني. فكمان كان في اشاده واضحه جدا من متسبي لاداره ومجلس اداره النادي الاهلي والنادي الاهلي ككيان كبير يعني. بالظبط، وبالتالي في تقدير متبادل ما بين النادي الاهلي وباتريس متسبي، فاعتقد ان الحقبه اللي جايه هتكون الامور فيها في نطاق افضل من الفتره اللي فاتت. طيب عايزين بقى نخش في مباراه تشامبيونز ليج شغاله، طبعا ريال مدريد مع اتلانتا، اعتقد 1-0 دلوقتي لريال مدريد، فوز مهم اعتقد برضو كان في احتياج كبير جدا جدا ريال مدريد لهذا الفوز. على الجانب الاخر المان سيتي 2-0 على جلادباخ، انت شايف النتيجتين لغايه دلوقتي ازاي؟ لا وضحك لما قلت لك ريال مدريد كسبان 1. انا شايف طبيعي، يعني شايف انه ريال مدريد مع زيدان الدنيا ماشيه كويس قوي الفتره الاخيره، يعني كل ما تحس ان زيدان خلاص هيقع لا لازم الدنيا تمشي كويس، لازم يكسب، عنده ازمات لكن بيقدر يعديها، برده بيظهر كريم بنزيما في اوقات، بيظهر بعض اللعيبه في اوقات تانية. اعتقد انه لا يعني ريال مدريد هيكمل بقى مشواره في التشامبيونز ليج، ممكن الدوري هو اللي هيبقى اصعب عليه شويه، رغم ان يمكن حتى اتلتيكو مدريد على مشوار الدوري دلوقتي بدا يقع شويه وبيخسر بعض النقاط دلوقتي، فرق ما بينه وبين برشلونه 4 نقاط. هل المنافسه خلاص بقت مختصره ما بين اتلتيكو مدريد وبرشلونه، ولا ريال مدريد قادر يمكن بعد الفوز النهارده او يمكن يكمل فوزه النهارده يكون كمان دفع على مستوى الليجا؟ اشعر ان البطوله الدوري الاسباني السنه دي فيها مفاجاه، المفاجاه دي لمين؟ برشلونه هيكسب يعني صعبه برده ما نقدرش نقولها قوي، يعني برده انا شفت برشلونه على مدار الشهرين اللي فاتوا في برده تراجع في المستوى في الدوري، بيضيع نقط قدام فرق صغيره، لكن في نفس الوقت الجدول نفسه السنه دي مختلف، يعني قبل كده كان يا اما ريال مدريد او برشلونه المنافسه والفرق بقى كان كبير، الفرق بيبقى كبير، فبتبقى عارف من الاول الدوري السنه دي رايح لمين. السنه دي لا، الموضوع مختلف شويه، زي الموسم اللي اخذ فيه اتلتيكو الدوري اعتقد 2012 او 2013، كان موسم كان قوي جدا وصعب جدا ولحد اخر دقيقه ما كانش حد عارف مين اللي هياخد الدوري وحسم لاتلتيكو مدريد. فاعتقد ان الموسم ده برده الدوري الاسباني هيبقى بنفس الشكل يعني. طيب على مستوى بكره في برضه مباراه قويه، تشيلسي واتلتيكو مدريد، وفي طبعا كمان البايرن هيلعب بكره مباراه اعتقد برضه المباراه مهمه قدام لاتسيو الايطالي. بالظبط، شايف المباراتين ازاي خاصه اتلتيكو وتشيلسي؟ بايرن ولاتسيو تعتبر محسومه من نتيجه مباراه الذهاب، كانت مباراه يعني سهله على بايرن ميونخ، ده تمرين بايرن ميونخ كمان اخر تمرين استعداده هانز فليك مركز قوي في المهمه دي. تفتكر هيبقى المدير الفني القادم لمنتخب المانيا؟ اعتقد انه ممكن يكون اقرب، لانه كمان عصر المنظومه بتاعت يواكيم لوف لما كان مساعد لوف لفتره طويله، فممكن يكون هو اقرب الناس انه يكمل مشوار يواكيم لوف، الا اذا في تغيير في سياسه الاتحاد الالماني ان هو يفكر يستعين بيورجن كلوب او يوليان ناجلسمان، هيكون الوضع مختلف شويه. لكن اعتقد ان بايرن حسم مباراه لاتسيو، لكن تشيلسي واتلتيكو مدريد اعتقد الموضوع بقى هيبقى مباراه يعني من المباريات القويه قوي، لان ما تقدرش تقول ان نتيجه الذهاب ان هي تطمن تشيلسي خالص. توماس توخيل عامل طفره في اداء تشيلسي اوكي، لكن اتلتيكو مدريد من الفرق اللي لا تامن لها حتى نهايه المباراه برضو، يعني اعتقد الموضوع مش هيبقى طبعا تدريبات اتلتيكو مدريد واعتقد الموضوع مش هيبقى سهل في مباراه تشيلسي. اعتقد كمان هتبقى مباراه ممتعه قوي، اثنين مدربين كل واحد فيهم عنده اسلوبه واللعيبه اقوياء في الفرقتين، فهنشوف مباراه قويه جدا. نتمنى طبعا كل مباراه التشامبيونز ليج اعتقد يعني تدينا متعه في كره القدم، متعه كبيره جدا جدا وفيها مفاجات، وكان طبعا المفاجات الكبيره طبعا اقصاء اليوفي عن طريق بورتو، شفت دي كانت
لغايه دلوقتي اكبر مفاجات في الشامبيونز ليج. ده بالتاكيد مع تاهل مونشنجلادباخ طبعا للدور ال 16. ده كان انجاز كبير لمونشنجلادباخ، خصوصا ان هم كمان في الدوري الالماني السنه دي مش بنفس المستوى بتاع السنه اللي فاتت، لكن بورتو فريق مجتهد ومكافح قوي فيستحق التاهل على حساب اليوفي. على حساب اليوفي، ويمكن الاقصاء اليوفي كمان بيدفع رونالدو ل يمكن رحيله. كان في سؤال هل هيرجع تاني ريال مدريد ويكون ليه فترة أو عودة لريال مدريد، أو هينتقل لسبورتنج لشبونة. يعني هو طبعا اللي بدأ فيه رونالدو، بس أنا بتقالي أنه ريال مدريد مش هيبص وراه في المرحلة دي بالذات، مش هيبص، لأنه مستوى المنافسة ما بين الإدارتين اللي جايين. خوان لابورتا رجع برشلونة، ريال مدريد معاه فلورنتينو بيريز بخطته وبتفكيره الاقتصادي، فاعتقد انه بالنسبه له هتبقى عوده رونالدو هتكون مكلفه ومكلفه زياده، في حين ان هو محتاج يبني بعض المراكز في الفريق بشكل مختلف شويه عن قبل كده. صلاح، لانه صلاح اكيد في الحسابات طبعا، واعتقد ان هم هيفكروا في لعيبه كمان اصغر سنا من كمان محمد صلاح الفتره اللي جايه. يعني ريال مدريد لو بيفكر يبني الجديد انه اكيد هيفكر في هالاند، اكيد هيفكر في مبابي، اكيد هيفكر في لعيبه كمان اصغر سنا في مراكز مختلفه. محمد صلاح يعني جانب قوي في مفاوضات الانديه الفتره اللي جايه، فاتمنى انه سوق الانتقالات كمان نشوف فيه حاجه كويسه. اعتقد الصيف ده هنشوف انتقالات قويه، انتقالات قويه جدا اكيد جداً. اكيد. طيب نخرج من الشامبيونز ليج نروح للبرازيل. يعني النهارده كمان كان في مشكله بسبب بيليه، يعني ايه المشكله اللي حصلت؟ لانه في البرازيل عايزين يغيروا اسم ملعب ماراكانا الشهير لاسم استاد بيليه، علشان هو سجل الهدف رقم 1000 بالنسبه له على الملعب ده. لكن الحقيقه في اعتراضات كبيره هناك، هو الملعب اصلا باسم الصحفي اللي اقترح اقامه الاستاد في المكان ده في الاربعينات، واعتراض الجماهير هناك انه ازاي يتغير ده اللي احنا شايفينه ماريو فيلو ده، ماريو اللي هو فيلو اسم ده اللي هو اسم الصحفي اللي اقترح اقامه الاستاد ده، علشان الجماهير هناك يكون من حقها انها تتفرج على الكوره، وانه ويعني تكريما له حطوا اسمه على الاستاد. لكن اعتراض الجماهير هناك في ريو دي جانيرو يعني اعتراض لطيف قوي، انه بيليه ما لعبش في انديه ريو دي جانيرو، يعني بيليه كان بيلعب في نادي سانتوس اللي هو مش في ساو باولو مش في ريو دي جانيرو، فبالتالي هم شايفين ده بيليه على الماراكانا، فهم شايفين انه لا، انه يعني المفروض انه الاستاد ما يبقاش باسم بيليه لانه مش من ابناء المدينه، لانه حتى بيليه مش مولود في ريو دي جانيرو ولا لعب في انديه ريو دي جانيرو. لكن في النهايه بيليه رمز للكره العالميه مش بس البرازيليه، ويستحق اكيد ان اسمه يكون موجود على اكيد الاستاد. اكيد طبعا ماراكانا من اعظم الاستادات في العالم، اعتقد بيسع اكتر من 180 او 200 الف، يعني وصل يعني عدد ضخم، عدد ضخم جدا من الجماهير مدرجاته تستوعبه، ومن الاستادات التاريخيه التاريخيه فعلا في تاريخ الكوره دي حقيقه. صحيح، فاعتقد الموضوع مش هيخلص دلوقتي، لانه باقي لهم موافقه، يعني اتعمل مشروع قانون انه يتغير اسم الملعب، باقي موافقه حاكم ولايه ريو دي جانيرو، فاعتقد انه اكيد هيوافق. يعني طيب طالما جبنا سيره التاريخ لازم نتكلم على ميسي، انت عارف انا من عشاق ميسي. بيكتب التاريخ. ميسي يعني حتى من خلال التذبذب في مستوى برشلونه، لكن هو دايما بيظهر يعني الحاجه المضيئه باهداف اكتر من رائعه. احنا بنشوف حتى على مستوى الاسبوعين اللي فات بيحرز اهداف جميله جدا. ميسي ولابورتا، انا شايف انه الاول ميسي زي ما حضرتك قلت هو بقى بيكتب تاريخ جديد، ان هو بقى وصل المباراه رقم 767 وبقى اعلى لاعبي برشلونه مشاركه في التاريخ بمناصفه مع تشافي هرنانديز، والمفروض ان هو المباراه اللي جايه قدام ريال سوسيداد لو لعب يبقى هو منفردا اكثر لاعب شارك بقميص برشلونه على مر التاريخ. بخلاف كده هو الهداف التاريخي لبرشلونه، وصل عدد اهدافه 661 هدف، وده رقم خرافي للاعيب بيلعب في فريق واحد انه يوصل ل 661 هدف. كمان هو اكثر لاعبي برشلونه تحقيقا للالقاب على مر التاريخ، عنده 34 لقب مع برشلونه وما زالت المسيره مستمره. لكن في السؤال بتاع حضرتك فيما يخص لابورتا وميسي، واحنا قبل ما ندخل هوا كان لابورتا قدر بشكل نهائي انه يوجد المبلغ المطلوب كضمان لرئاسته لبرشلونه، لو ما كانش قدر انه يوفر المبلغ ده قبل الساعه 12 بالليل النهارده كان هيعيدوا الانتخابات. كان هيعيدوا الانتخابات بالظبط. مبلغ كبير، 100 مبلغ كبير، كان في 100 تقريبا 125 مليون يورو،
وهو عمل قرض بالمبلغ ده مع مساعده من بعض الشركات كمان كخطه اقتصاديه بالنسبه له. وبالمناسبه عشان برضو الجمهور يبقى عنده درايه بالموضوع، المبلغ ده مش بيدخل ميزانيه النادي، المبلغ ده بتشترطه رابطه الليجا الاسبانيه كضمان لانه مجلس الاداره ده هيقدر يشتغل في هدوء بعيدا عن الشبهات الماليه. انه عنده الضمان المالي بتاعه وصل 125 مليون يورو، هو ده المبلغ اللي بتحدده رابطه الليجا الاسبانيه. وبالتالي المفروض بقى من بكره انه دلوقتي اخوان لابورتا هيتم تنصيبه رئيسا بشكل رسمي معترف به من الليجا والسلطات الاسبانيه، ان هو يشتغل على الخطه بتاعته في المستقبل. لحد النهارده كل كلام اخوان لابورتا انه ميسي هيكمل في برشلونه وانه هو صديقه العزيز وانه بيحب برشلونه والكلام اللطيف ده، لكن النهارده برضه حصلت حاجه بمناسبه ميسي، انه نادي باريس سان جيرمان قرر منع لعيبته من الحديث عن ميسي لاي وسيله اعلام. طب ده انت شايف دي اشاره؟ هي اشاره طبعا، ده بالتاكيد، لانه لو ما كانش فيه اهتمام من باريس سان جيرمان بميسي ما كانش الموضوع يفرق معاهم قوي. هما بعد تصريحات كومان وبعد تصريحات خوان لابورتا انه مش من الاحترام انه لعيبه باريس سان جيرمان ونادي باريس سان جيرمان يطلع يقول طول الوقت ان انا بفاوض ميسي او ان انا عايز ميسي يكون موجود. باريس لاعب باريس سان جيرمان طلع النهارده وقال في حوار لجورنال دو ديمانش انه اداره النادي قررت تمنعني ان انا اتكلم عن ميسي وتمنع اللعيبه انها تتكلم عن ميسي الفتره اللي جايه، واضح ان الكلام بتاعنا ضايقهم. يعني قال كده في الحوار الحقيقه. فاعتقد انه دي اشاره انه اكيد باريس سان جيرمان مهتم بانه يتحرك لضم ميسي، وخصوصا صفقه مجانيه هتكلفهم بس راتب ميسي الفتره اللي جايه. لكن مع نجاح خوان لابورتا في انه يوفر مبلغ الضمان المالي لبدايه شغله كرئيس نادي برشلونه، اعتقد ممكن الامور تتغير. الامور تتغير، ويمكن كمان كان في مداعبه كده شويه عن لابورتا انه بيتكلم مع اجويرو، انت عارف اجويرو طبعا الصديق العزيز لميسي، وقال طبعا اجويرو طبعا فري ترانسفير فهيروح لمده سنتين لبرشلونه، اعتقد كان قريب جدا. هل تفتكر ده ياثر شويه على قرار ميسي انه ينتقل، ولا الامور هتختلف على حسب طبعا الراتب الكبير جدا اللي هتدفعه الانديه لميسي؟ يعني اعتقد انه ريال مدريد وبرشلونه مش هما المكانين المفضلين لاي لاعب انه يعتزل فيهم، يعني قليل لما تلاقي لعيب حتى لو كان من اساطير النادي، حتى راؤول جونزاليس نفسه ما اعتزلش في ريال مدريد، رونالدينيو ما اعتزلش في برشلونه، ساموليتو ما اعتزلش في برشلونه. لكن انا شايف انه ميسي المفروض يكسر القاعده دي، وشايف انه هو كان شرطه انه انا ما العبش في فريق بيتغلب 8، وانه انا محتاج اللعيبه اللي حواليا تكون تقدر تستوعب اللي انا بعمله في الملعب والمجهود اللي احنا بنبذله علشان نترجم ده لانتصارات. فاعتقد ان هو ميسي لو شاف انه في خطه وفي على ارض الواقع خطوات بتعاقدات مع لعيبه تقدر تشيل برشلونه الفتره اللي جايه، ان هو هيكمل في برشلونه. طيب اخر سؤال يا عمر، الوقت دايما بيجري بسرعه معاك لكن بيكون دايما مميز. ابراهيموفيتش تم استدعائه لمنتخب السويد، يعني بعد 5 سنين من الاعتزال الدولي. يعني هو اعتزل دولي من 5 سنين بالزبط. وصل اعتقد 39 سنه دلوقتي، خلاص داخل على 40، داخل 40 سنه بالظبط. يعني انت شايف الخطوه دي ازاي؟ ده يان اندرسون مدرب المنتخب السويدي، يمكن هو اتكلم النهارده عن، كان بيتكلم هنا عن ابراهيموفيتش وبيتكلم عن فكره انه ده افضل لعيب جالنا في تاريخ السويد، وانه شيء جيد انه يكون موجود مع المنتخب في الوقت الحالي، وانه اصلا ابراهيموفيتش عنده رغبه انه يرجع لمنتخب السويد. والاهم من ده كله كمان ان هو بنتكلم عن الهداف التاريخي للمنتخب السويدي 62 هدف. بخلاف كده كمان هم عندهم مباريات مش قويه، يعني هو هيروح يلعب كوسوفو وهيروح يلعب اعتقد جورجيا كمان، فالمنتخبين في المتناول. يعني على مستوى تكريمه كنجم كبير واحد اساطير السويد ونقل خبراته للعيبه الصغيره، ومحتاج دلوقتي طبعا في لعيبه صغيره بيجددوا الفريق، فبالنسبه لهم وجود ابراهيموفيتش وسطهم ده كمان بيدي دفعه معنويه وخبرات كبيره. كل الانديه والمنتخبات الكبيره يا كابتن هاني دايما بتستعين باللعيب الكبير علشان ينقل خبراته للاجيال الصغيره. انا كنت اتمنى ان ده كمان يبقى موجود في مصر. فكره النزول بمعدل الاعمار مش معناها ان كل اللعيبه اللي تقدمت في السن طالما قادر يادي لابد انه يكون موجود، حتى لو في مباريات معينه هتاخده فيها بادوار محدده مش لازم ال 90 دقيقه، لكن وجود لعيب الخبره على ارض الملعب بيفرق كتير. انا اتفق معاك على النقطه دي، ونورتنا وشرفتنا يا عمر. ده نورك يا كابتن هاني، دايما مشرفنا ومنورنا، وبتبقى يعني فقره مميزه بنستناها من الثلاث للثلاث. اشكرك يا كابتن هاني، ان شاء الله الاسبوع اللي جاي بنقول لك مبروك تاني على فوز النادي الاهلي، وان شاء الله في لقاءات قادمه في البيت الكبير. شكرا لك. شكرا لك يا عمر. دي كانت نهايه فقرتنا مع المتميز عمر البنوبي، بعد الفاصل الكابتن احمد صديق.
البيت الكبير لسه مستمرة مع حضراتكم، خطوة كبيرة ومهمة قطعها النادي الأهلي بشخصية البطل خارج ملعبه، اقتنص 3 نقاط من ملعب الشهداء الصعب بكل شجاعة رغم كل الظروف ورغم الإصابات ورغم الغيابات واستفزازات يمكن من منافس كان عنيد جدا اليوم والمباراة اللي فاتت هنا في مصر، ولكن دايما بنقول الأهلي بمن حضر. هذا ليس شعارا رنانا بل جهد وعزيمة التزام، شفنا ده بشكل كبير في الملعب، وكده يمكن بيبعد موسيماني بالجهاز الفني واللعيبة وبيشيلوا عن كاهلهم ضغط يمكن ومسؤولية كبيرة كانت ممكن تقابلهم في قادمات المباريات، خاصة انت النهاردة عندك مباراة مهمة جدا هتجمعك مع اخواتنا في السودان في 2 ابريل امام طبعا المريخ السوداني، فكان لازم نقفل هذا الملف، كان لازم نقفل ملف فيتا كلاب على خير علشان نركز في اللي جاي، ودايما اللي جاي اصعب. النهارده معانا الكابتن احمد صديق نجم النادي الاهلي طبعا السابق علشان نتكلم عن ماتش اليوم، هو سعيد برضو منتشي قوي وفرحان اكيد بالفوز. اهلا بك يا كابتن احمد، مبروك زي. علينا الله يبارك فيك ازيك يا كابتن ومبروك النهارده محمد، ازيك؟ الحمد لله كابتن كل مبروك طبعا، و هنتكلم طبعا عن المباراه، لكن عايز اعرف منك، كنت قلقان قبل الماتش؟ كنت خايف من السيناريو الأسوأ ان لا قدر الله يحصل النهارده حاجه ويبقى مشكله الوصول لدور الثمانيه للنادي الاهلي هتبقى مشكله صعبه، ولا كنت واثق في لعيبتنا وواثق ان احنا هنعدي المباراه دي؟ لا طبعا في البدايه كابتن سعيد بوجودي معاكم النهارده حبيبي يا رب كده نبقى متواجدين بقى في النهائي ان شاء الله باذن الله، وان شاء الله نحقق البطوله العاشره باذن الله باذن الله. لا طبعا في البدايه بنبارك للجهاز الفني للنادي الاهلي واللعيبه ومجلس الاداره وجمهور النادي الاهلي، مكسب باداء الحمد لله بنتيجه كبيره جدا بتعوض عدم التوفيق اللي كان موجود في المباراه اللي كانت في استاد القاهره. يمكن المباراه في استاد القاهره لو كانت مشيت وكان في جزء بسيط من التوفيق كانت النتيجه ممكن تبقى اكبر من 3-0 بتاع النهارده، صح؟ فمبروك، مبروك اداء. يمكن الاهلي لعب بشخصيه النادي الاهلي، دي شخصيه النادي الاهلي الحقيقيه اللي على طول بتبقى موجوده في المباريات الصعبه، فمره ثانيه مبروك، انا مبسوط جدا من الاداء من النتيجه من التوفيق الحمد لله كان موجود معانا النهارده الحمد لله. من نسر مباراه اليوم يا كابتن من وجهه نظر احمد صديق؟ شايف الفرقه كلها والجهاز الفني، ما اقدرش اقول حد بعينه لان للامانه مع الضغط اللي كان موجود يا كابتن بعد التعادل على ملعبنا وكان في سوء توفيق كبير قوي ما كان موجود معانا، ان الاداء يطلع بالشكل ده والنتيجه بالشكل ده، فبحيي او من وجهه نظري اللعيبه بجهاز فني كلهم رقم واحد النهارده. وكانت مباراه على الحسابات، مباراه صعبه، خلينا نتكلم على التحديات اللي كانت قبل المباراه. انت عارف طبعا الجو والارضيه وانك بتلعب الساعه 3 الظهر، في بعض الاصابات في بعض الغيابات، ده جزء. الجزء الثاني الضغوط اللي على لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني بعد التعادل هنا، انك مطالب بشكل كبير انك تفوز. وانت اتكلمت على نقطه مهمه جدا، شخصيه النادي الاهلي، يعني وده اللي قاله الكابتن محمود الخطيب قبل السفر للفرقه، روحوا بشخصيه النادي الاهلي، شخصيه البطل. انت شفت على المستوى، اطمنت امتى؟ طبعا الجون جه بدري طمنا شويه، لكن يعني ايه الملامح اللي انت شفتها من خلال تشكيل موسيماني كانت بالنسبه لك مفاجاه وحسيت ان هو فعلا وصل للتشكيل الامثل في هذه المباراه؟ والله يا كابتن كان اليوم من بدايته اليوم مثالي كتفكير جهاز فني، كتشكيل، كاداء لعيبه، كضغط من اول دقيقه في المباراه. يمكن انت بتتكلم في اول دقيقه او دقيقتين ممكن هدف لمحمد شريف، بعدها على طول بهدف لمحمد شريف في ثلث ساعة يعني بالزبط. فلا يعني من البداية انا شايف التركيز كان كبير قوي، يمكن اكيد التركيز كان موجود من قبل ما يسافروا، من بعد المباراة مباشرة اللي كانت موجودة هنا على ملعبنا التركيز كان مهم جدا. 3 بونت مهمين قوي يا كابتن، حضرتك انت حتى لو انت مش واخد البطولة برضو تفكير النادي الاهلي، تفكير جهاز فني، تفكير مجلس ادارة، هلعب على بطولة افريقيا، لكن انت كمان البطولة اللي فاتت انت البطل، فطبيعي جدا رايح بشخصية البطل مع سوء توفيق كان موجود في المباراة اللي هنا. كل دي كانت عوامل كانت مخليه اللعيبه مركزه من اول دقيقه. التشكيل كان مميز جدا من وجهه نظري. ايه اللي عجبك في التشكيل؟ قلت اول ما سمعت التشكيل حتى قبل المباراه التشكيل كده طب كويس ان فلان بيلعب، مين؟ بدايه انا كابتن مبسوط جدا بقى باتنين في نص الملعب بس. الطبيعي بتاعنا كنت خايف يلعب بثلاثه؟ كنت خايف، مش خايف بس ما كنتش احب انه يلعب بثلاثه في نص الملعب. تمام. طبعا مش تدخل في الناحيه الفنيه خالص، لكن آراء فنيه من وجهه نظري انا بشوف ان احنا الاثنين في نص الملعب ايا كان الاثنين من الثلاثه، يعني حمدي فتحي مع السوليه مفيش مشكله، ديانج مع السوليه او مع حمدي مفيش مشكله، اي اثنين في الثلاثه مع اكرم مع اي حد، المهم اثنين. مع عبود قفشه بيأدي بشكل كويس قوي،
مع النهارده بتتكلم في ثلاثه اعتبروا ثلاثه فراوده ما عندكش مشكله خالص، محمد شريف ومروان وأجاي الثلاثه فراوده ما عندكش مشكله خالص، ثلاثه بيعرفوا يروحوا على الجون، ثلاثه بيعرفوا. قول لي اول ما شفت التشكيل قلت وبيجاوب اجابات دبلوماسيه يعني انا فعلا عايزك تحدد بالاسماء يعني قلت اه ده كويس النهارده كويس محمد شريف انه لعب كويس محمد شريف ما انا بتكلم يا كابتن كويس ان الثلاثه دول موجودين مع بعض يعني بتتكلم على شريف ومروان كده زي موجود انا مبسوط ان الاثنين دول موجودين وانا كنت متوقع كده بشكل كبير قوي كنت متوقع يعني كنت متوقع ان شريف هيبدا وكنت متوقع انه ممكن يبدا مش فرويد صريح البعض قال لك لا بواليا لازم يبدا لان معروف على الظروف عارف اجواء المباريات اللي زي ديت منهم هو بشكل كبير وبعدين يعتمد على شريف هي الفكره كلها بالنسبه لي ان شريف يبدا مع فيرو الثاني مع مروان او بيساعدوا بعض بوليا مفيش مشكله خصوصا مروان كمان النهارده عمل مباراه كويسه جدا يا كابتن جدا للامانه يعني مع حرس هداف لكن كان عامل مؤثر كان ليه دور كبير قوي النهارده مع اجايي يعني ما شاء الله يعني لو اتكلمنا على كل اللعيبه انا عايز اقول يعني نقطه مهمه جدا انا في اعتقادي كان اي 11 هيبدا حتى لو بوليا بدا لو بدانا بالشحات اعتقد النهارده كان موقف ان اي حد اي 11 كان هيبقوا رجاله وهيادوا بنفس المهام والمهم في الموضوع كله انك كنت تعدي هذه العقبه واللعيبه كلها اللي بدا واللي دخل اعتقد ادوا اداء اكتر من رائع بغض النظر بقى يبدا بمين ما يبداش بمين المهم كان ال 11 اللي يبداوا هم دول يعني ايا كان من الاسماء كان روح وشخصيه النادي الاهلي كان لازم تظهر يعني دي كانت موجوده من اول دقيقه يا كابتن لكن فرق معانا التوفيق اللي موجود فرق مع التشكيل المناسب بشكل كبير قوي ان انت عايز تجيب جون بدري او عايز تنزل على المكسب كل دي عوامل يا كابتن ساعدتك ان انت تركب المباراه من بدري قوي يمكن الحمد لله يمكن واحده والثانيه والثالثه جول والرابعه جول والخامسه جول فكل دي حاجات ايجابيه يعني انت بعد خمس ست فرص بتجيب ثلاث اهداف فدي حاجه كويسه جدا خصوصا ان انت كمان ما راحش عليك حاجه يمكن خاص بالشوط الثاني ممكن واحده او حاجه طبيعي جدا كابتن الاجواء دي صعبه جدا وملعب ترتان كل دي اجواء بتصعب المباراه مع الرطوبه العاليه اللي موجوده مع ان انت رايح لازم تكسب وطبيعي ان هو ينزل ضاغط كمان بعد ما انت احرزت مبكرا لان يعني بالبلدي كده مفيش حاجه هو خايف عليها يعني لكن ان احنا ما رجعناش لورا بعد الهدف الاول ده خلاك دخلت في المباراه بشكل كويس قوي انك قدرت تحقق الجول الثاني والثالث صح صحيح انا شايف اليوم كله كان مثال يا كابتن كتشكيل كتوفيق للعيبه كاختيار حتى للتغييرات كلها كانت تغييرات موفقه جدا جدا طبعا يعني فالحمد لله على مكسب عارف اللي عجبني كمان كابتن احمد ان واكيد كلنا تابعنا المباراه ان يمكن اول ربع ساعه ثلث ساعه في الشوط الثاني بدا شويه التراجع شويه اللي عجبني جدا مواقف حصلت جوه الملعب يمكن ناس كتير ما شافتهاش الشناوي وعصبيته على اللعيبه توجيهه للعيبه بتتكلم كمان بدري بنون في وقت من الاوقات بدا يشد اللعيبه لا يعني لما بتحس كمان بدا الدنيا تميل كان في ثقه موجوده بسبب 2-0 لكن لما بتحس ان الموضوع في شويه كسل لا في ناس بقى بتشد الفرقه ده مهم كمان ممكن ناس كتير ما شافتهاش طبعا والحاجات دي يا كابتن هي اللي بتكسب هي دي يعني هي دي الفرقه الكبيره تتكلم على لعيب ممكن يفرق معاك بين الشوطين في اوضه اللبس يتكلم يوجه يساعد المدير الفني في التوجيهات كل دي عوامل مؤثره جدا كمان كابتن الجهاز الفني كان مركز قوي يعني في تغيير النهارده حصل لو في العادي ما حدش هيفكر كده لكن معنى كده ان هو مركز تغيير ايمن اشرف طبيعي جدا مش هتغيره لكن انت عشان واخد كارت وراجع من اصابه فحسب كل الحاجات دي فغيره فمعنى كده ان الجهاز الفني بره مركز قوي مع كل التغييرات اللي كانت موفقه النهارده التركيز كان من الناس كلها النهارده هو ده شخصيه النادي الاهلي هي روح النادي الاهلي اللي فرقت بشكل كبير قوي من اول دقيقه كابتن اول دقيقه انت نازل عايز تكسب كان واضح جدا انت اللي بتروح على الجول انت اللي حرصت الاول انت اللي جبت الثاني والثالث كل دي كانت مش على ملعبك ودي سابقه في تاريخ النادي الاهلي الحقيقه انا كمان لفت نظري الشناوي لما اخر كوره جت اوف سايد لما كان يعني صمم لحد اخر لحظه انه شباكه تبقى نظيفه طبعا. وده لفت نظري قوي انه في رغبه في التصميم قوي على الفوز النهارده انا داخل اكسب انا النهارده داخل عندي هدف ان انا اسعد جماهير النادي الاهلي فالحقيقه من كل الجوانب على كافه المستويات النهارده كان في تصميم واراده عاليين جدا الحقيقه احنا لو رجعنا لورا شويه يا كابتن بعد بطوله افريقيا او بعد كاس العالم بالاخص الانديه لو ركزت في كل تصريحات اللعيبه او الجهاز الفني احنا هنلعب عشان ناخد البطوله عشان نرجع تاني صحيح فكل الحاجات دي ما بتتقالش كده من فراغ يا كابتن بالعكس اكيد اللعيبه دي حاطه بتلعب مسافره انها تلعب مباراه كده عشان اكسب عشان حاطط في دماغي ان انا عايز اروح كاس عالم الانديه تاني عشان المستوى اللي انا ظهرت بيه عندي كمان اكتر من كان العب نهائي كاس عالم للانديه كل دي عوامل وامور
بتخليك تخلي اللعيبه ان انا مركز وعندي الحافز ان انا اعمل احسن من اللي انا عملته كمان. احنا معانا دلوقتي يمكن حديث مع واحد من نجوم المباراه ديت، ويمكن انا من وجهه نظري ده نجم مباراه النهارده الاهلي وفيتا كلاب، ياسر ابراهيم. ياسر ابراهيم النهارده الحقيقه عمل يعني مباراه ملحميه رائعه جدا جدا امام مهاجمي فيتا كلاب تحديدا، زي ما قلت في الانترو كده قفل عليهم المايه والنور. كريم احمد زميلنا اللي طبعا بيرافق البعثه الى هناك في الكونغو كان ليه لقاء مع ياسر، شوف ياسر قال ايه بعد الماتش وردت فعله، ونرجع تاني في البيت الكبير. مستمرين معاكم كل مشاهدينا ومتابعينا من خلال شاشه قناه النادي الاهلي وكواليس طبعا خاصه بعد الفوز الرائع والمميز جدا امام فريق فيتا كلاب الكونغولي في وسط ظروف كتيره جدا طبعا هنتكلم بيها مع الكابتن ياسر ابراهيم النهارده. رجل المباراه كعادته، واحد من نجوم النادي الاهلي، شخصيه النادي الاهلي بقى والروح الكبيره وكل الامور دي هنتكلم فيها مع نجمنا النهارده كابتن ياسر. مبروك يا كابتن ياسر، كان عندكم تركيز كبير جدا، كان عندكم اصرار ان احنا نرجع بثلاث نقاط مهمين جدا هتفرق معانا بشكل كبير في المجموعه، هتفرق وتغير الخريطه بشكل كبير، وده اللي حصل. ببارك لك وببارك لكل لعيبه النادي الاهلي. حبيبي الله يبارك فيك، طبعا ببارك للرجاله والجهاز الفني والاداري والطبي ومجلس الاداره كلهم طبعا، الف مبروك الفوز النهارده. بس دي خطوه من الخطوات الجايه، دي كانت خطوه مهمه وصعبه. الحمد لله يا دي رجاله النادي الاهلي ودي اللعيبه كلها بتتحط في مواقف كتير صعبه زي دي، الحمد لله بنركز كلنا مع بعض وبيبقى كلنا مع بعض ايد واحده بنقدر نتخطى المواقف الصعبه دي، ودي مش اول مره تحصل معانا. فالحمد لله طبعا ببارك لهم، ان شاء الله ديت ما تكونش نهايه الرحله باذن الله، وعندنا لسه كتير ان شاء الله جاي. روحك كبيره جدا يا كابتن ياسر لما بتكون متواجد على دكه البدلاء، سواء متواجد بيبقى نفس الاصرار والعزيمه، بتشجع زمايلك، تيجي الفرصه بتمسك فيها بشكل كبير جدا وربنا بيكرمك، وده يرجع ليك ان انت مجتهد في التدريب وبتترك على ربنا سبحانه وتعالى. الفتره دي بتتعامل فيها ازاي؟ لان المجموعه كلها هي النادي الاهلي، هو النجم هو النادي الاهلي. طبعا طبعا انا والله مش بتكلم بس عن نفسي كده، لا اي لعيب بيبقى قاعد على الدكه طبعا بيبقى قاعد مركز، بيبقى قاعد مستني الفرصه طبعا تجيله في اي وقت، ويتمرن كويس، يعتمد على الاخطاء اللي انت بتغلطها مثلا في التمرين او في الماتشات، لا يتمرن كويس وعالجها. فطبعا دي كلها حاجات سلبيات بتحصل لازم نعالجها في التمرين، نحسن الايجابيات بتاعتنا. الحمد لله طبعا اللعيبه كلها بنتكلم مع بعض في الماتشات اللي زي دي، رجاله الماتش صعب بيبقى كل واحد عارف اهميه الماتش عامله ازاي، وفعلا كانت اهميه الماتش صعبه، بس الحمد لله كلنا بنقعد مع بعض وبنتكلم كلعيبه او جهاز فني، طبعا بنطبق اللي مستر بيتش بيقول لنا عليه كله، بنشوف هنهاجم الفرقه ازاي، بنذاكرهم كويس سواء هجوم او الدفاع، فكل ده طبعا الحاجات دي بتفرق معانا، التفاصيل الصغيره دي. فالحمد لله طبعا ده توفيق من عند ربنا، وباذن الله مزيد من اللي جاي ان شاء الله. في صعوبات كتير في المباراه، ترتان درجه رطوبه، لكن النهارده يعني سبحان الله الصبح مطر، الجو هدي شويه، يعني احنا كنا بنقول رساله، ربنا سبحانه وتعالى بيدينا رساله ان لا يعني الاجتهاد والجهد والتحضير للمباراه لازم ان شاء الله ربنا يكرمنا فيه. صعوبه المباراه النهارده شفتها ازاي؟ والتعليمات كانت ايه بالنسبه لك كابتن ياسر في الترتان كمان؟ لان الترتان ده ليه يعني ليه امور كثيره جدا فنيه معاه. طبعا الملاعب الترتان دي معروفه، احنا جينا كذا مره هنا لعبنا فريق الكونغو او مازيمبي، فمعروفين الملاعب بتاعتهم ترتان، الكوره بتبقى معروفه بتنزل توب تعالى، في حاجات كده تفاصيل صغيره احنا بنبقى حافظينها في التمرين كمان بنشتغل عليها. فلا التحضير للماتش كان من بدري، وطبعا ده توفيق وكرم من عند ربنا ان الجو النهارده كان كويس، فده ده دي حاجه الحمد لله التوفيق من عند ربنا جالنا كده. حتى لو الجو كان وحش احنا جايين وعارفين ان الجو هنا عامل زي، اتمرنا اول يوم هنا في الجو كان صعب، فده توفيق من عند ربنا طبعا، بنحمد ربنا وبنشكره طبعا اللي هو وفقنا النهارده والجو كان كويس معانا وساعدنا طبعا، دي حاجه من الحاجات اللي حصلت كويسه. فلا الحمد لله بشكر الرجاله بتاعتنا كلهم، ان شاء الله ما تكونش دي نهايه المطاف ان شاء الله. مش عايز اطول عليك، لكن ياسر يمكن حصل على مان اوف ذا ماتش النهارده في المباراه، ده بيحملك عبء كبير لان انت لازم تستمر على المستوى ده واكتر من كده. ياسر بتشوف اما بتقرا وبتشوف الناس بتكلمك ياسر النهارده رجل المباراه، الامر ده بينعكس عليك ازاي كده؟ طبعا بيحط عليا مسؤوليه كبيره ان انا طبعا ما اقلش عن كده، ولا ده انا اشتغل تاني واطور من نفسي اكتر واكتر عشان ما منزلش من نظر حد. لا وبعدين النهارده انا بشكر زمايلي كلهم اللي هم كانوا كلهم معايا وكلهم رجاله والله العظيم، مش انا بس النهارده، كلهم رجاله وكلهم كان قلبهم على قلب الرجل واحد وعلى قلب الفرقه. فالحمد لله طبعا بشكر الرجاله، بشكر الجمهور طبعا وببارك لهم، بقول لهم الف مبروك وان شاء الله نوعدكم بالعشره ان شاء الله. حبيبي حبيبي حبيبي. بنشكر اكيد ده كابتن الكبير واحد من نجوم النادي الاهلي كابتن ياسر ابراهيم، يا رب ان شاء الله الثقه الكبيره والاصرار الكبير اللي فيه لعيبه النادي الاهلي يستمر خطوه خطوه ان شاء الله نصل لدور ربع النهائي، ومنها ان شاء الله يستطيع النادي الاهلي الحصول على البطوله رقم 10 كونفدرالية بطولات النادي الاهلي.
صحوة دفاعية كبيرة النهاردة شفناها في مباراة فيتا كلاب والأهلي، ويمكن زي ما يمكن ياسر قال هو مش أول مرة يلعبوا على ملاعب الترتان، أكيد المواقف دي كانت صعبة، وأكيد لما بيتكلموا كده بتتذكر أنت مواقف يمكن عدت عليك شبيهة بالصعوبات اللي بيعدي عليها هذا الجيل الآن. طبعا يمكن بنحيي ياسر على الاداء المميز اللي ظهر بيه النهارده. يمكن ياسر كمان من اللعيبه اللي بيبقى عليه ضغوط كبيره جدا وبيبقى بعيد فترات طويله، صحيح، وبيطلب منه انه يبقى موجود في مرات صعبه جدا، ومع ذلك بيأدي بشكل كويس قوي وبيظهر بشكل كويس قوي، فبنحييه على اداء النهارده. طبعا مباراه صعبه جدا، الاجواء والملعب، الملعب الترتان دي يمكن الكابتن عارف، لا الملعب دي بقى صعبه جدا، لعبت عليها يا كابتن اكيد كتير جدا، يعني افريقيا فيها اكتر من ملعب، او مؤخرا بقى فيها الملاعب دي كتير قوي. بتبقى صعبه في كل حاجه، يعني حتى انك عايز تلعب كوره صعبه، الاستحواذ على الكوره نفسه صعب جدا. اي نعم بتبقى عايز لعيبه الكوره، يعني لعيبه الكوره بتفرق شويه في الملاعب دي، تعرف تلعب، تعرف خبرات بقى طبعا، لكن في حاجات تانية بتبقى صعبه جدا، صعبه. احنا اتخضينا كلنا على شريف الوقعه، لان احنا عارفين الوقعه في الملاعب ديت لا قدر الله ممكن تكون حاجه صعبه يعني. وياسر في اخر الماتش، ياسر اخر الماتش كان تعبان بانكر رجله، وايمن حد، لان الملاعب دي بتبقى فعلا صعبه جدا، كل الاجواء دي بتبقى صعبه جدا. لكن يمكن برضو بتحسب للنادي الاهلي النهارده، يمكن تقريبا اول فريق مصري يكسب فرقه في الكونغو بقالها من فتره طويله، او اول فريق مصري يكسب، فدي برضو حاجه ايجابيه ومش جديده على النادي الاهلي انه يبقى رقم واحد في كل حاجه، حتى انه يكسب في ملعب صعبه جدا. يمكن مازين بدا من الفرق الصعبه جدا، كل الفرق اللي هناك بتبقى صعبه جدا، فبرضو دي من الايجابيات اللي حصلت النهارده الحمد لله. ومن ضمن الكلام ياسر، هاخد من كلام ياسر ان دايما روح بقى، روح الفرقه، حتى هو بيتكلم قد ايه هم كانوا حاسين بالمسؤوليه كلاعبين، يعني بره الجهاز الفني كده. طبعا الجهاز الفني اشتغل بشكل اكتر من رائع، وانا في اعتقادي دي من افضل المباريات اللي اداها موسيماني مع النادي الاهلي. انا كمان شايف مباراه الوداد، لكن دي في ظل الظروف والاجواء ديت، دي افضل مباراه على المستوى الفني واداره المباراه بشكل اكتر من كويس جدا النهارده. لكن كمان ياسر كان بيتكلم ان هم قد ايه كانوا، يعني كان بيتكلموا مع بعض بشكل مباشر، وان هم كانوا شايلين بعض، ودايما بحب في لعيبه النادي الاهلي ان هم عندهم احساس بالجماعه، يعني حتى بيقولوا انت مان اوف ذا ماتش، لا كلنا رجال. يعني الروح دي برضو خلي بالك بتنعكس على، يعني على كل اللعيبه حتى اللي ما بتلعبش. شفنا النهارده سعد سمير بيجري وبيجيب ميه لفلان، بنشوف الروح ديت، ودي روح النادي الاهلي اللي على مر العصور، يعني احنا بنتكلم الكلام دوت من قديم الازل. يعني والله يا كابتن انت لو سالت اي حد في اي جيل اتواجد في النادي الاهلي وحقق بطولات او انجازات، هيقول رقم واحد احنا بنحب بعض، او خوفنا على بعض، او ان احنا كلنا واحد. اوقات كتير يا كابتن بتلاقي تصريح غريب جدا يقول لك لا احنا الجمهور رقم واحد، مفيش لعيبه هتبقى مع بعض كده يا كابتن الا ويقولوا الكلام الكبير قوي ده، ان الجمهور رقم واحد، او ان احنا لعيبه كلنا واحد. فده ما بيطلعش في النادي الاهلي، ويمكن الحاجات دي يا كابتن بتفرق في الماتشات الكبيره قوي، الماتشات الصعبه والمواقف الصعبه. يمكن الاهلي بيتحط فيها كتير قوي برده، البطوله اللي فاتت راح برده ماتش الهلال السوداني مزبوط. وانت برده محتاج تكسب او تعمل نتيجه ايجابيه، وبالفعل حصل، وكل الناس كانت متخوفه جدا من الفرق السودانيه او الملاعب السودانيه، مع ذلك الحمد لله ربنا كرم عشان انت كده. البطوله اللي فاتت كمان يا كابتن كان فيها ظروف كتير قوي، توقفات كورونا مع الاصابات مع كل الحاجات دي، لما تبقى فرقه قويه وفرقه كبيره والحب اللي موجود بين اللعيبه بينهم من بعض تقدر تتخطاها. طبعا تقدر تتخطاها. عندنا مباراه برضو مهمه جدا، وعلينا الا ننخدع برضو بنتائج المريخ السوداني، يعني فريق اكيد قوي، بس رتب قول لي بقى لو احنا ان شاء الله باذن الله عندنا مواجهه مهمه جدا جدا يوم 2 ابريل، بنتكلم في مجموعتنا، بنتكلم في افريقيا، قول لي شكل المجموعه ممكن يتغير ازاي، خاصة طبعا لو الاهلي احرز يعني هدف برضو مبكر زي اللي حصل النهارده. طبعا مباراة الفرق السودانية كمان يعني بتبقى صعبة جدا، وكلنا عارفين كده، سواء الهلال او المريخ بتبقى مباراة صعبة جدا. اجواءها والقرب المسافة كابتن، وحضرتك عارف يعني قرب المسافة بين مصر والسودان في الفكرة حتى، بصعب الامور دي جدا. يمكن احنا لعبنا، انا تواجدت في اكتر من مباراة كمان مع الهلال السوداني، صعبة جدا. يمكن اللي هيسهل الموضوع شوية موضوع عدم الجمهور ان شاء الله انه ما يبقاش متواجد، دي هتسهل الدنيا شويه. لكن انت بتتكلم في النادي الاهلي، اكيد النادي بيلعب على المركز اول، كل تفكيره في كده، لو ربنا كرم وقدرنا ان احنا نكسب المباراه الجايه هتبقى 10 بونت مع اي تعثر لسيمبا وارد، خصوصا ان انت هتلعب سيمبا على ملعبك. فاكيد مباراه مهمه، اكيد النادي الاهلي عامل حسابها من دلوقتي. يمكن المباراه كمان صعبه جدا، انها ما فيش وقت، تقريبا 4-5 ايام والمباراه بعد كده على طول موجوده 5 ايام. فدي برده من الحاجات اللي من وجهه نظري بتبقى صعبه وسهله، تركيز خلاص بتخرج من تركيز المباراه للمباراه اللي بعدها. عارف كمان اللي بيصعبها يا كابتن، ان خلاص المريخ بره المسابقه،
وعندهم مدير فني جديد انجليزي، فبالنسبه له المباراه يعني ممكن جدا، انا مش خسران حاجه يعني، معنى التاريخ ان انا اكسب نادي الاهلي بالظبط يعني. فدي ده كمان الناس تقول هو على المستوى الفني طبعا بيمر بازمات كتيره جدا، لكن لما بيروح النادي الاهلي هناك، وانت رحت هناك للسودان وعرفت طبعًا، بيبقى شكل تاني طبعًا، وبيبقى تركيز مختلف طبعًا، بجانب انك بتلاعب فرقه خرجت خلاص بره البطوله وبالتالي ما عندهاش حتى تخسرها. فانا شايف ان دي الجزئيه المهمه جدا اللي لازم يتعمل حسابها يعني. طبعا يا كابتن، الفرق اللي مش باكي على حاجه بلغه الكوره بتبقى مقصر الماتشات اللي بتلعبها وخصوصا هو يعني سواء المريخ السوداني او اي فرقه في القاره الافريقيه، بيبقى تاريخ وانجاز بالنسبه لنا نكسب النادي الاهلي حتى لو انا مش حق البطوله. في فرق كتير قوي يا كابتن اكسب النادي الاهلي لكني خدت البطوله، فده من الحاجات اللي هتصعب المباراه جدا، خصوصا انت عندك فيتا برده 4 بونت فقريب، فانت كنادي اهلي محتاج انك تحقق نتيجه ايجابيه، وان شاء الله ان شاء الله مع التركيز اللي كان موجود النهارده اللي شفناه صحيح، بنفس الاداء بنفس التركيز من الجميع، يمكن من مجلس اداره من جهاز فني من لعيبه، لو التركيز ده كله موجود ان شاء الله تبقى المباراه اللي جايه ان شاء الله تبقى سهله باذن الله. ان شاء الله باذن الله. على مستوى اكتر حاجه شفتها او انت يعني انت كلاعب، ويعني انا عارف انك بتفكر كمان في الحته التدريبيه، شايف اكتر حاجه اتعملت النهارده كانت سبب في فوز النادي الاهلي؟ انه قرر المباراه كويس جدا من قبل بدايتها، يعني تحضير يعني تحضير المباراه كان انا من وجهه نظري كان تحضير هايل، انك بتلعب بره ملعبك وبعد تعادل بوقت قريب بسيط مع نفس الفرقه، وانك تلعب بالتشكيل الهجومي اللي برده فيه توازن دفاعي كبير قوي، انت كل التغيير كان فيها يا كابتن ان انت بس غيرت الناس الثلاثه اللي قدام في الناحيه الهجوميه ان هم بيعرفوا يلعبوا على الجون. هو اكيد قرر ان انت المباراه اللي في القاهره ضيعت كتير جدا، وصلت كتير قوي بس ما حرصتش، فيمكن وجهه نظري ممكن يكون خد الجزئيه الايجابيه ان ساعه ما نزلت شريف ومروان خدوا الثقه اكتسبوه فابدا بيهم طبيعي، وخصوصا على المستوى التهديف، وكمان كنت بتلاعب حسين او طاهر لعيبه كويسه، لكن يعني ما بروحوش مش قريبين من الجون زي مروان او شريف مظبوط، فدي برضو حاجه اكيد هو قراها كويس جدا، ان انت خلاص وصلت هنا كتير وضيعت، يبقى انت محتاج انك انا بوصل فعايز حد يكون قريب من الجون، حد يعرف يجيب جون، فيمكن ده كانت فكر مستر موسيماني انه يلعب بالثلاثه اللي شبه فرده صراحه مع قفشه اللي ادى النهارده بشكل كويس قوي قوي، يمكن وجهه نظري برده كان من اللعيبه اللي ليها دور كبير قوي في نتيجه صحيح. النهارده وصل وضيع واحرز مع سوليه وديانج كانوا قايمين بدور هايل النهارده، محمد هاني مش عايزين ننسى حد، كل الناس يعني كل الناس ادت بشكل وبدر كويس وبدر وايمن كلهم الحقيقه كل الناس كلهم. لكن انا مبسوط بالناحيه الهجوميه يا كابتن، زي ما قلت اشتغل الراجل قرا الماتش اللي فات كويس قوي، كان من اول دقيقه كانت بتوصل للجون، وده يعني بتبقى صعبه جدا في مباراه افريقيا اللي بره ملعبك دي، انك من اول دقيقه بتوصل مره واثنين وثلاثه وتحرص 3 اهداف بالشكل المميز ده، فده النهارده تركيز كبير قوي من الجهاز الفني. كان في شك انه الفرص النهارده تكون علشان انت خارج ارضك تكون قليله، ومع ذلك شفنا يعني اكبر استغلال للفرص، ومن ثم جاء يعني جه احراز الاهداف. عايزه اخد رايك في الحرب النفسيه اللي اشتغلت قبل ما المباراه دي تبدا تحديدا، كانت قلقه احمد صديق يعني كنت بتقراها ازاي؟ واكيد عدت برضو عليك يعني تصريحات قلق ممكن يجي لك من المنافس فيخليك شويه لا تفكر لا ده ممكن يحصل كده من رئيسه النادي وعلى المستوى كمان مدير الفني الفيتا كلاب؟ لا يمكن الاجواء دي كل الجهاز الفني واللعيبه متعود عليها، والتصريحات الكبيره قوي دي والناس ما هو ده برده من التحضير للمباراه. ممكن لما بتقرا انت حاجه زي كده وتكون داخل على مباراه مهمه او مباراه حاسمه من المباريات الحاسمه زي النهارده، بتقولوا لبعض بتتكلموا بيبقى شكل كلامكم عامل ازاي؟ لا هو الكابتن عارف الامور دي. انا ساعات ساعات بنفرح لما بنلاقي مثلا فرقه افريقيه داخله الاستاد وعمالين يسقفوا ويطبلوا خلاص الحمد لله هنكسب يعني. هم دي ممكن تقوس عندهم، لكن هم خلي بالك ده ساعات بيبقى دليل على الخوف لما تصريحات بتطلع من رئيس او المدير الفني او رئيس ده بيدل جزء منه حرب نفسيه وجزء منه خوف ولا من النادي الاهلي. فاحنا واحنا لعيبه واحمد تفتكر كنا بنتفائل لما لعيبه الافارقه يخشوا ويقعدوا يزمروا ويرقصوا وبتاع قبل اثناء التسخين فبنقول ان شاء الله هنكسب لان احنا يا كابتن حضرتك عارف احنا التركيز موجود سواء هتلعب الفرقه اللي هتلعبها مركزه او لا، انت تركيزك موجود لازم تركيزك يبقى اعلى بنسبه كبيره جدا، فكل التصريحات دي يعني ده ما ياثرش معاك كمان نظري واكيد لا يعني ملوش علاقه خالص، اللعيبه دي بتفصل. احنا كلاعيبه ممكن قبل المباراه اعمل كل حاجه، لكن هنزل الملعب 90 دقيقه يمكن، ومثال كبير قوي بركات ده يا كابتن، بركات ده يمكن قبل المباراه مثلا بخمس دقائق تلاقيه واحد تاني في هزار وضحك ينزل الملعب
حد تاني خالص. قمه الجد. كان بيقول لنا بالظبط دي حقيقه فعلا. وتلاقيه في الملعب اكتر واحد بيجري واكتر واحد بيتضرب واكتر واحد بيضرب، ما عندوش مشكله. القياس ده بقى على كل اللعيبه اللي في النادي الاهلي. انت عارف كمان كان كابتن جوره الله يرحمه حتى على مستوى المنتخب لما بيكون رايحين نلعب فرقه والفرقه المدير الفني بيتكلم هنكسب منتخب مصر او 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 بيجيب الكلام ده كله بيحطه بيلزقه على الباب وبيلزقه جوه المعسكر تبقى قدامك يقول لك بص فلان اللي بيتكلم علينا ازاي، بص فلان بيتكلم عليك ازاي. ده نوع من انواع التحفيز الايجابي طبعا. وده يمكن قلته للنادي الاهلي ان ساعات التصريحات دي بتبقى بتتحول لطاقه ايجابيه عكسيه وتبقى اللعيبه طب انت بتقول كده ماشي انا هرد في الملعب بالزبط. ودايما بيكون الرد في الملعب يعني بالظبط. وده بيحصل كتير جدا يا كابتن. ما انا بقول لحضرتك يا كابتن لعيبه النادي الاهلي بالاخص كل تركيزهم في الملعب، وحضرتك عارف مجلس الاداره واكيد الجهاز الفني بيبعدوا اللعيبه تماما عن اي مشاكل او اي حاجه ملهاش علاقه بالملعب. انت تركيزك في الملعب بس، ليك كل الامكانيات والصلاحيات ان انت تطلع او تخرج افضل حاجه عندك في الملعب سواء في تدريب او في المباريات الرسميه. فعشان كده اللعيبه لا بتبقى عارفه كويس قوي ان دي حرب نفسيه مش اكتر من كده، عاملين حسابه واكيد الجهاز الفني بيشتغل على كده. يمكن مستر موسيماني كمان من وجهه نظري شكله شاطر كمان في الموضوع ده كده. هو برضو الامانه ليه تصريحات بتبقى برضو تصريحات ايجابيه، تصريحات برضو بتبقى ليها عامل نفسي كبير قوي سواء للاعيبه او للمنافس او للمنافس. فاكيد برضو النقطه دي موجوده مع الجهاز الفني يعني النادي الاهلي. طيب ناخد ايه من مباراه النهارده؟ يعني انت تقول النهارده خرجنا بايجابيات وايجابيات كتيره جدا جدا، ايه اللي ناخده من مباراه النهارده ونمسك فيه بقى بايديننا واسناننا زي ما بيقولوا، وان دايما لعيب الكوره لما بيوصل للتوب فورم او الفرقه لما بتوصل للتوب فورم بتعمل حاجات عشان تحافظ اكتر وقت ممكن على هذا المستوى. انت تقول اهم حاجه نمسك فيها عشان نبقى على هذا المستوى ايه؟ تركيزك يبقى مش ال 90 دقيقه. انت خلاص انت وصلت لمرحله يا كابتن انت بقيت رقم واحد في افريقيا وبقيت مصنف عالمي، يعني انت حضرتك بتتكلم في ثالث عالم للانديه. مش دي مش بطوله شرفيه، بالعكس بطوله رسميه وليها وخلاص محسوبه انها بطوله رسميه طبيعي. فبالعكس انت دلوقتي مصنف ان انت ثالث عالم، فاكيد كل حاجه محسوبه عليك. تتكلم في مباراه على ملعبك ضيعت كتير جدا، ما اقدرش اقول بعدم تركيز لكن نقدر نقول عدم توفيق. عدم أو توفيق ما كانش معاك. لما ربنا كرم التوفيق كان موجود النهارده تكسب بالثلاثه باداء كويس قوي. فمعنى كده ان انت اكيد تشتغل كلعيبه او كجهاز فني بتحضر للمباراه بشكل كويس قوي هتلاقي التوفيق معاك. فاول حاجه التركيز مهم جدا. التركيز لازم يكون والتحضير للمباراه ده شيء طبعًا. شيء ايجابي طبعا, طبعًا. مهم جدا. تاني حاجه يا كابتن دي نقطه مهمه جدا ان اي لعيب لازم وهم اكيد حاطين فيهم كده اي لعيب موجود في النادي لعيب اساسي مش احتياطي. انت بتتكلم في مروان كل الناس كانت بتبعده المباراه اللي فاتت بيحرز هدف والنهارده بيأدي بشكل كويس قوي. ما اقدرش تقول ابدا انه لعيب. ايه اللي لفت نظرك في مروان النهارده؟ بص زي ما قلنا قبل كده مستحيل يا كابتن يكون في لعيب كل المدربين بتتفق عليه وعنده حتى مدربين اجانب يعني مش مدرب اجنبي صحيح. مدرب منتخب مدرب نادي مش معقول يا جماعه احنا كل المحللين اللي جولنا هنا ويعني وزمايلكم يعني كانوا دايما بيجتمعوا على موسيماني وده يعني في حاجه اكيد الناس ديت بتشوفها والمحللين دول بيشوفوها على عكس يعني اللي احنا بنشوفه على وسائل الاتصال يعني. انت شفت ايه النهارده في مروان؟ بص انا اقول لحضرتك نقطه مهمه جدا يمكن الكابتن عشان طبعا كابتن هاني انا دربت عارفه مدرب احنا كجمهور بيبقى لينا اشكال معينه في اللعبه وانا بحب اللعيب ده عشان مثلا ممكن بيجيب جول او بيرقص لكن مدير فني انا محتاج لعيب معين بيعمل لي حاجه معينه في الملعب انا محتاجه في دي ممكن ما يكونش يجيب جول لكن بيعمل لي حاجات اهم بكتير قوي انه يجيب جول والحاجات دي ساعات مش متشافه للبعض الجماهير احنا يعني انا بتفرج عين جمهور غير ان انا بتفرج بعين المدرب او غير بتفرج بعين ان انا لاعب كل الحاجات دي بتفرق كتير جدا لا المدرب محتاج حاجه معينه ممكن كلنا نبقى متفقين على لعيب شايفينه هايل لكن ممكن يكون عنده نواحي او نواقص في حاجات معينه المدرب شايفها فمروان مستحيل يكون كل المدربين اللي اتعاملوا معاهم بيلعبوه هو ما عندوش ميزه بالعكس لعيب مميز لعيب منتخب لعيب النادي الاهلي بيجي عليه اوقات بيبقى رقم واحد في مصر فاكيد عنده ميزه لكن النهارده انا شايفه بيأدي بشكل كويس جدا محطه كويسه اشتغل على الجون ماتش اللي فات جايب جون نزل راجل مجرد ما نزل جاب جون فلعيب كبير لعيب مهم صحيح لو اتكلمنا على مروان وعودته مش هقول عودته هو باصراره رجع تاني لفورمة عاليه جدا من اسيست الاهداف نتكلم كمان على اتنين لعيبه اعتقد مهمين جدا هو طاهر محمد طاهر وده عنصر مهم جدا بيستغله موسيماني في اوقات بتبقى اوقات فعلا حاسمه وبنتكلم على اجاي كمان اجاي بعد يمكن عودته من فتره طويله لكن كمان اجاي يعني بيعمل اداء اكتر من رائع ولعيب ممتع كده
يعني كمان تبقى مبسوط وبيبقى نادر جدا كانت في اللعيبه الافارقه انك تلاقي لعيب حريف بجد، يعني يمكن سواء اللعيبه اللي جت مصر او بره مصر حتى، يعني حتى اللعيبه المحترفه في دول العالم كله او في الدوريات الكبيره صعب جدا او قليل جدا تلاقي لعيب افريقي حريف. فده من اللعيبه الحريفه قوي الممتع بجد اللي الكوره عنده سهله واسهل حاجه ممكن يوصلك للجول. لا من الاجابات اللي موجوده قوي عودته من الاصابه. بس ده كان رايك فيه قبل ما يعود من الاصابه ولا لا؟ هو اختلف جدا جدا وظهر بشكل لافت للنظر مختلف اجاييه قبل الاصابه عن بعد الاصابه. لا ده هو لعيب، هو لعيب من اول يوم ما هو موجود في النادي الاهلي هو ليه دور وليه بصمه وليه شكل مختلف. يمكن ممكن اشيل مروان واحط بواليا او اشيل بواليا واحط صلاح ايا كان، لكن ده عنده حاجات عنده مميزات مش موجوده في الفرقه كتير، يعني مش موجوده في اللعيبه اللي موجوده. بعدين بيشتغل فيرود ما عندوش مشكله، بيشتغل باف رايت باف ليفت ما عندوش جوكر مشكله. جوكر جوكر في الناحيه الهجوميه بيبقى لعيب مميز، وكمان هو كمان زي ما قلنا لعيب ممتع بجد يعني. فعودته برضو من النواحي الايجابيه، وكمان يا كابتن الحمد لله ما خدش وقت طويل على ما دخل في الفرقه بعد الاصابه، وده كانت مفاجاه لناس كتير بصراحه. يعني الحمد لله عشان هو لعيب كوره يا كابتن، انت عارف لعيبه الكوره لعيبه الكوره ما بياخدوش وقت طويل عشان يدخل في الفرقه او يطلع كل اللي عنده، هو عشان لعيب كوره كويس قوي فدخل في الفرقه بسرعه، ودي من الاجابات اللي حصلت الحمد لله. يعني كنت راضي عن التحكيم النهارده بشكل كبير؟ الحمد لله كان هايل. يعني كان هايل النهارده، يمكن عوض كتير قوي من المباراه الوداد، او يعني مش عايزين ندخل في، لكن النهارده كان مميز، التحكيم كان مميز، والنادي الاهلي او اللعيبه سهلت المباراه على الحكم الافريقي النهارده، وهو كمان كان يعني كان في روح حلو، يعني الحكم كمان مبتسم بيضحك مع اللعيبه، قرارات كان قريب جدا جدا، وشفنا في لقطه قال لك كمان يعني المعلق قال لك ده هيعمل تاكلنج على الشحات بس هو كان قريب جدا من كل كوره بصراحه. واحنا دايما بنقول لما يكون تحكيم، واحنا بنطلب دايما العدل يعني ما بنقولش حاجه، لكن النهارده اعتقد التحكيم كان ماشي بشكل اكتر من رائع. يعني كابتن هنتكلم على التحكيم، مثلا نتكلم على رضوان جيد المباراه اللي قبل، من افضل المحكمين، من افضل الحكام طبعا. غلط في كوره او في هدف في ضربه جزاء مستحيل يكون فيه اي حاجه، ومع ذلك ما غرناش نقرينا فيه، قلنا لا حاجه كويس، ممكن يكون التوفيق ما كانش معاه في اليوم ده فما عندناش مشكله خالص. لكن التحكيم النهارده كان كويس جدا، وجهه نظري برضو ان اللعيبه سهلت المباراه كتير قوي على الحكم النهارده، بانك حرصت هدف في الثاني فدي سهلت المباراه على الحكم بشكل كبير قوي، خلت الموضوع يمشي بهدوء اكتر وسلاسه، وكانوا يعني ماسكين اللعب بشكل كبير. طيب عايزين نتكلم معاك بقى يعني كده بشويه تفاصيل عن المجموعات كلها، يعني احنا بنتكلم دلوقتي احنا دي كانت الجوله الرابعه في كل المجموعات، الحمد لله النادي الاهلي يعني كانت جوله حاسمه بالنسبه له انه يفوز بيها، والحمد لله فاز بيها. فعايز كده معاك نبص على المجموعات، نبدا طبعا بمجموعه النادي الاهلي. تمام. وشايفين على الصوره طبعا سيمبا 10 نقاط، النادي الاهلي 7 نقاط، فيتا كلاب 4 والمريخ 1. شايف المجموعه دي ازاي من خلال ناقص مباراتين، يعني في جولتين ان شاء الله، شايف ان شاء الله ترتيب المجموعه بعد الجولتين القادمتين هتكون شكلها عامل ازاي؟ طبعا سيمبا بادئ بشكل كويس، يمكن فرق معاه كتير قوي فوزه على النادي الاهلي طبعا في المباراه الاولى، دي فرقت معاه بشكل كبير قوي. يمكن برضو مش ما اقدرش اقول انه مفاجاه قد ما اقول ان هو اشتغل بشكل كويس، فريق سيمبا قدر يحقق نتائج مش متوقعه، فرقت معاه بشكل كويس قوي. لكن نتمنى ان شاء الله متصدر. طبعا نتمنى ان شاء الله في نهايه الجوله او نهايه الجولتين اللي باقيين باذن الله يبقى الاهلي ان شاء الله متصدر وبنسبه كبيره مع سيمبا. طيب يعني عشان برضو النتائج المجموعه ديت، طبعا فوز النادي الاهلي 3-0 على فيتا كلاب، وفوز طبعا سيمبا على المريخ بنفس النتيجه 3-0. يمكن المريخ بعيد خالص طبعا، خلاص يعني بره الصوره خالص يعني. يمكن المنافسه هتبقى ان شاء الله، لكن بنسبه كبيره محسومه ان شاء الله بالنادي الاهلي وسيمبا باذن الله. قريت باقي المجموعات يا كابتن احمد؟ دي النتائج طبعا يعني يمكن عندنا صن داونز في المجموعه الثانيه. صن داونز طبعا في المجموعه الثانيه متصدر. بص على الشاشه بس عندنا نتائج المباريات النهارده، يعني الهلال بيتعادل 0-0 مع طبعا شباب الجزائري بلوزداد الجزائري، فيتا كلاب طبعا زي ما بنقول خصم النادي الاهلي 3-0، بيترو اتلتيكو 0-0 مع كايزر شيفر، وسان داونز اعتقد سان داونز هو الفريق الوحيد اللي يمكن العلامه الكامله 1-0 على مازيمبي. مازيمبي بالنسبه لك مفاجاه؟ يعني نتائج مازيمبي جدا، يعني انا من الحاجات الصعبه جدا ان مازيمبي يبقى في اخر المجموعه بالشكل ده وانه يخسر على ملعبه كمان. دي مجموعه مازيمبي اللي قدامنا، من المفاجات يمكن المجموعه دي من المجموعات القويه جدا يا كابتن، لكن سان داونز بيأدي بشكل كويس قوي.
بيلعب كوره كمان، عنده ماتش مهم بيلعب كوره النهارده كمان ادى بشكل كويس قوي. طب المجموعه دي مين الاقرب للحصول على المركز والله التاني؟ المجموعه دي صعبه جدا، كانت يمكن صنداونز حسن بشكل كبير قوي، لكن انت بتتكلم في الهلال والشباب بلوزداد ومازيمبي 3 و3 ونقطتين، فالامور قريبه جدا. ما اقدرش من وجهه نظري، ما اقدرش اقول، ما اقدرش احدد مين اللي بقى التاني، صعبه. في يعني جولتين اللي جايين هيحسموا بشكل كبير، هيحسموا بشكل كبير جدا، وخصوصا ممكن تلاقي مازيمبي كسب الماتشين فبقى يطلع تاني، اللي هيكسب الماتشين يا كابتن هيبقى تاني مع سان داونز من وجهه نظري يعني. طب عايزين نتكلم عن المجموعه الرابعه. الحقيقه النهارده الزمالك برده كان ليه ماتش مهم جدا مع الترجي، وخسر الحقيقه بنتيجه 1-0 للترجي. شفت المجموعه دي ازاي؟ المجموعه دي الترجي طبعا متصدر. المجموعه دي مجموعه صعبه، يمكن طبعا زعلانين على خساره نادي الزمالك، ما كنا نتمنى انه يحقق المكسب، لكن بشكل كبير كده بقى نادي الزمالك بره المجموعه وبره البطوله. كنا نتمنى انه يبقى متواجد، لكن فرق معاه كتير قوي خسارته من الترجي في المباراتين. الا لو كسب الماتشين كمان يا كابتن احمد، اللي يعني يعني بقت صعبه شويه يعني، والمولوديه يخسر كمان يعني معادله صعبه شويه، انه هو يكسب الماتشين والمولوديه يخسر الماتشين. بتهيألي من وجهه نظري ممكن تكون صعبه شويه، لكن نتمنى التوفيق، نتمنى ان يبقى حتى لو حاجه صعبه شويه نتمنى انها تحصل لنادي الزمالك ويبقى موجود ان شاء الله. المولوديه عايز نقطه واحده بس، يعني من وجهه نظري الترجي الماتشين اللي جايين ليه من وجهه نظري يعني. طيب المجموعه يمكن الوداد كمان عامل نتائج اكتر من رائعه، يعني الوداد لو بصينا طبعا بدون خساره خالص، وكمان عنده نقطه مهمه ان هو لغايه دلوقتي لم يدخل مرمى اي هدف من خلال يمكن الاربع جولات اللي فاتوا. يمكن فريق الوداد على مستوى الدفاع اعتقد من افضل الفرق، يعني لو بصينا كل الفرق عليها اهداف الا طبعا يعني كمان سيمبا كمان على مستوى الدفاعي، لكن الوداد ماشي بشكل اكتر من رائع. حورية الكيني في المركز الثاني ب5 نقاط، يعني نتكلم في 10-5 كايزر شيفرز ده 5 نقاط، وبترو اتلتيكو خرج بره المنافسه برضه مجموعه. بس هي المجموعه دي متداريه شويه يا كابتن، يعني المجموعه دي متداريه شويه، يمكن مع احترامي الكامل لكل الفرق اللي فيها، من وجهه نظري يعني انها من اسهل المجموعات اللي موجوده، لكن الوداد بيأدي بشكل كويس قوي. كانوا بيقولوا على مجموعه الاهلي هي اسهل مجموعه، لا طبعا ترد دلوقتي النهارده على الكلام ده ازاي؟ لا بالنتائج اللي موجوده كان النتائج. لا ايه يعني قيمت انت النهارده مجموعه الاهلي ازاي؟ صعبه، متوازنه، لا مجموعه سهله صعبة. لا وجهه نظري مجموعه صعبه. تتكلم في عندك 3 فرق بينافسوا، سيمبا والاهلي وفي تكلوب النهارده بينافس، فمجموعه صعبه جدا. لكن بتتكلم في المجموعه الثانيه، لا الامور مختلفه تماما يعني. يمكن كان كابتن، يمكن كان بعد يعني بعد القرعه كان بيقول ان المجموعه الثانيه هي مجموعه الموت، يعني مجموعه فيها سان داونز، الهلال، مازيمبي، ودي حقيقه كابتن. يعني لو بصيت على النتائج برضو بنسبه كبيره تقدر تقول ان دي مجموعه صعبه. سان داونز حسن، لكن عندك 3 فرق بينافسوا. بالظبط بالظبط، 3 فرق بينافسوا نفسه لحد اخر جوله، فدي تقدر تقول من المجموعات الصعبه جدا يعني. والاهلي نفس الكلام، عندك برضو 2 أو 3 فرق بينافسوا على بطاقتين يعني. يعني وارد جدا تلاقي سيمبا، بس سيمبا بنسبه كبيره خلاص يعني، سيمبا يعني والاهلي بنسبه كبيره خلاص متاهلين. كان نفسنا يبقى المريخ الحقيقه، ولكن يعني بيتزايل المجموعه بتاعته. صحيح، بس ده كمان يديك مؤشر لدور الثمانيه، يعني برضو دور المجموعات ده عشان يطلع منهم 8 فرق لربع النهائي. فخلينا نتكلم بكل امانه، ما زالت البطوله صعبة جدا. يعني مشوار البطولة يمكن دوري أصعب من البطولة اللي فاتت كمان، أصعب من البطولة يعني اللي فاتت. بصيت للفرق أكيد اللي موجودة أو اللي ممكن تبقى موجودة في الدور الجاي، البطولة يعني عندك صعبة جدا. عندك سان داونز بيأدي أداء أكتر من رائع، الوداد، عندك الوداد، عندك الترجي، عندك المولودية، إن شاء الله يكون النادي الأهلي بإذن الله إن شاء الله. فهتلاقي الأمور في دور الثمانية بقى مختلفة، خصوصا هيبقى في أكتر من فرقة عربية أو من شمال أفريقيا، ودي برضو بتصعب المباريات بتاعتها، تبقى صعبة جدا. انا شايف ان البطوله او بعد الدور ده الامور هتبقى صعبه جدا في كل الماتشات، يعني الماتشات هيبقى دور الثمانيه دور قوي جداً يعني. نتمنى ان شاء الله كل التوفيق. طبعا كنا نتمنى النهارده نادي الزمالك يحقق الفوز لان ده مصلحه الكره المصريه، ودايما بنقول ويمكن الذكرى بترجعنا للنسخه الماضيه، وان قد ايه كنا فخورين اصلا بوجود 2 فرقتين من مصر اللي هي على ملعبك. كل دي كانت امور، بالعكس كنا سعداء جدا ان تتكلم في بطوله نهائي بطوله افريقيا بين النادي الاهلي ونادي الزمالك، فرقتين من مصر صحيح على موجودين في الظروف الصعبه اللي كانت موجوده، ان كمان النهائي يبقى موجود في مصر. في مصر، فكل دي كانت ايجابيات موجوده، كنا نتمنى ذلك انه يتكرر السنه دي، لكن بقت صعبه على نادي الزمالك. اتمنى ان شاء الله التوفيق للفتره الجايه باذن الله. ان شاء الله باذن الله باذن الله ان شاء الله.
طيب هنرجع بقى تاني زي ما يمكن كابتن سيد عبد الحفيظ قال للعيبة واحنا شفناهم في الطيارة يرجعوا بالسلامة ان شاء الله، ان خلاص وده عادة النادي الاهلي قفلنا يا جماعة خلاص ملف الافريقي خلص. وعايز اخد رايك كمان ان يعني بالتواصل مع الكابتن محمود الخطيب كابتن سيد عبد الحفيظ كمان بيضاعف مكافاه الاجاده او مكافاه الفوز بهذه المباراه، وانا دايما بشوف ان اخر حاجه يعني الفلوس مهمه عشان ما نضحكش على بعض، لكن اخر حاجه بيجي هي عمليه المكافئات خاصه واحنا في الظروف الصعبه دي. شفت برضو الخطوه دي من ناحيه السبورت اللي مجلس الاداره بيقدمه للفريق عامل ازاي؟ ودي يا كابتن بس بتوصل رساله ان مجلس الاداره موجود وبيساند وفي ظهر اللعيبه والجهاز الفني، من اكيد ما بتفرقش مع اللعيبه، اللعيبه كده كده عايز تكسب شويه يعني لما تكون يعني بص يا كابتن مهمه جدا بتفرق بعد المباراه بتفرق بعد المباراه، لكن صحيح. انت في الملعب لا بالعكس فكرش انا عايز أكسب. خالص طبعا وخصوصا الامور الماديه يمكن نادر جدا لما بتلاقي بيبقى فيها كلام في داخل النادي الاهلي صحيح. سواء من اللعيبه او مجلس اداره او من جهاز فني بيبقى نادر جدا يكون في مشاكل في فلوس او في ماديات او ان حتى تصريحات حتى ان المكافئات الاستثنائيه بتبقى قليله جدا عشان دي لوائح موجوده صحيح. ولكن شايف برضو انها رساله كويسه قوي من مجلس الاداره بلاس كابتن محمود الخطيب انه يبقى في ظهر اللعيبه بعد المباراه مباشره بيضاعف المكافاه، فدي برضو من الحاجات الايجابيه. واثق تمام الثقه ان اللعيبه من بعد المباراه بيفكروا في المباراه اللي جايه، قفلوا تماما صفحه المباراه بتاعت النهارده بيركزوا في مباراه المريخ. امبارح كانت تصريحات كمان رئيسه النادي فيتا كلاب ان هي بترصد يعني كانت عايزه بتقول طبعا مكافآت ضخمه للعيبه في حاله الفوز طبعا كل دي تشجيع هو كاتب ليهم يعني انت ممكن يكون في فرقه في افريقيا كاتب كل تاريخها انهم كسبوا النادي الاهلي او تعادلوا مع النادي الاهلي وكل ده التاريخ بالنسبه لهم، وهم كمان بيني وبينك كان املهم كبير جدا جدا كانوا قريبين لانه كانوا قريبين وكان في راسهم اكتر من النادي الاهلي كانوا قريبين طبعا لو هو كسبوا النهارده كان هم بقرب او بمعنى صح كانوا خلاص ضمنوا الصعود بنسبه كبيره جدا صحيح. لكن الحمد لله ان كان التوفيق معانا النهارده لان ده الطبيعي بتاع النادي الاهلي. يمكن انا سعيد بجد ان دي شخصيه النادي الاهلي النهارده شفناها بجد وشفتها من اول دقيقه فرقت معايا كتير قوي يا كابتن من اول دقيقه بجد كنت ممكن تكسب لكن بالاداء ده بالنتيجه الكبيره دي من وجهه نظري في الملاعب الصعبه قوي دي من اول دقيقه بتكسب من اول دقيقه بتهاجم فكل دي كانت ايجابيات موجوده النهارده الحمد لله يعني. الحمد لله ايجابيات كتيره جدا جدا ودي كمان زي ما احنا بنقول دي لازم بقى تنعكس ان شاء الله باذن الله هذا الاداء وهذه الروح وهذا التركيز يستمر ان شاء الله على مستوى المشوار الدوري. انت عارف كمان الدوري نلعب تحت ضغوط ان انت مطالب كمان انت عندك مباريات مؤجله ومطالب انك تتصدر الدوري وبالتالي دي ضغوط النادي الاهلي متعود عليها فهيخشوا على طول على مشوار الدوري. شايف لغايه دلوقتي يعني النادي الاهلي عنده لسه 3 مباريات مؤجله لكن مشوار الدوري ماشي ازاي؟ برضه الدوري صعب جدا السنه دي برضه اكيد طبعا في عندك اكتر من فرقه بتأدي بشكل كويس قوي ما اقدرش اقول مفاجات لكن بيأدي بشكل كويس مصعبه البطوله برضه مع الغيابات اللي بتبقى موجوده مع ظروف كورونا اللي في اي يوم انت النهارده ممكن تبقى حاطط تشكيل معين تيجي بكره تغير التشكيل او تغير اللعيبه اللي موجوده في قائمه المباراه عشان في لعيبه مصابه بكورونا او الاصابات لكن اكيد النادي الاهلي بيشتغل بتوازن بين بطولة افريقيا وبين الدوري وبين الكاس ده طبيعي جدا وعندك قريب مباراة سوبر افريقي ان شاء الله لسه ما تحددش انا بقصد يعني انت اكيد الاجنده مليانه ان ده النادي الاهلي مركز في كل الامور دي بيساعد في كده يا كابتن الحمد لله انت عندك لعيبه ما اقدرش اقول عندك دكه كويسه قد ما اقول انت عندك 25 او 30 لعيب كلهم الحمد لله كلهم لعيبه كبيره وكلهم لعيبه اساسيه صح. وبتشوف ده بفضل الله انك النهارده بتلعب مروان ما عندكش مشكله بتلعب واليا ما بتلعب شريف بتلعب ما عندكش مشكله صحيح. المباراه اللي فاتت صلاح نزل جاب جون ما فيش مشكله فكل ده كابتن من اللي بتديك قوه كبيره بشكل كبير قوي ان انت ما عندكش مشكله في حاجه تقدر تنافس على دوري تقدر تنافس على بطوله افريقيا فاتمنى ان شاء الله بس كده التوفيق يبقى معانا مش هيبقى في مشاكل في حاجه. بمناسبه الدوري كان في النهارده يعني قرار صدر من اللجنه الثلاثيه باجتماع كل الانديه علشان يناقشوا فكره تلاحم المباريات والضغط او العبء اللي بيمارس على الانديه بسبب الماتشات اللي بتتلعب يعني ورا بعض. تفتكر ممكن يخلص الاجتماع ده على ايه ولصالح مين في النهايه؟ والله احنا بنسمع كلام كتير بس يعني حتى ما ينفعش احنا نقول ما ينفعش اقول ان انا بتقول يا كابتن احمد رايك يعني ما ينفعش اقول ان انا بسمع كلام ان انا مثلا افكر الغي دوري او ازاي يعني في ضغوط وفي مباريات مضغوطه وعندك اجندات لمنتخب اولمبي ومنتخب اول وفرق في افريقيا لكن مش معنى كده ان انا اختصر واسهل على نفسي ان انا الغي بطوله وبطوله مهمه جدا وبطوله بادئه من فتره فيعني مش عايزين نتطرق لحاجه زي كده انا اكيد ما اتوقعش ان حاجه زي كده ممكن تحصل. ده يتحل ازاي يا كابتن؟
اكيد في يعني هم المفروض ان يكون في جدول محطوط من بدري اكيد عاملين حساب. ما فيش جدول محطوط من بدري. انا بقصد المفروض يبقى كل ده ويمكن ناس كتير قوي كانت بتطالب بحاجه زي كده. كل موسم بنتكلم نقول لا الموسم الجاي هيبقى فيه نظام موجود، هيبقى فيه لوائح، هيبقى فيه جدول ثابت، مش هيبقى فيه اي تغيير، ولكن بتلاقي الظروف بتتغير او مجلس الاداره او مجلس اتحاد الكوره بيتغير. لكن اتمنى ان يبقى فيه حل، وحل برضه يساعد كل الفرق اللي بتلعب في افريقيا اللي بتنافس، حل برضه يساعد المنتخب او المنتخبات اللي موجوده. اتمنى ان يكون في حل ان شاء الله يرضي جميع الاطراف يعني. ان شاء الله باذن الله، وده خاصه كمان لمصلحه الفرق اللي بتلعب على المستوى الافريقي، مصلحه كل الانديه، وكمان بينعكس على مصلحه المنتخب اللي كمان بنتمنى له كل التوفيق في المشوار ان شاء الله، مباراه كينيا ومباراه جزر القمر. كابتن احمد بنشكرك شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا. شكرا كابتن سعيد، مبروك معاكم النهارده. الله يبارك فيك يا كابتن، ومبروك للمجلس اللي جاي يا رب. يا رب يا كابتن ان شاء الله باذن الله. شكرا يا كابتن، ربنا يخليك. وزي متشكر جدا. ميعادنا مع محمد وفارس، فقره خط احمر في البيت الكبير. ازيكم؟ اهلا بيكم، ومبروك للاهلي، يوم جميل، لحظه زي ما كان بيتكلم كابتن هاني الاسبوع اللي فات، نحن مستنيين اليوم ده، ولان معنوياتنا كلها مرتبطه باليوم ده. اهلا بيك يا اسامه. اهلا بيك يا فارس. اهلا بيك، واهلا طبعا بالكابتن هاني، واهلا بيك يا سام، واهلا بكابتن احمد صديق. ثلاثاء عظيم من كل الوجوه. صحيح، مبروك عليكم، مبروك علينا، وان شاء الله دايما النادي الاهلي مفرحنا، وانتوا كمان مفرحينا بالفقره المميزه دايما. حبيبي يا كابتن هاني، اشكرك جدا، اشكرك. اتفضل. اتفضل. طبعا حلقه مميزه ان شاء الله في الثلاثاء العظيم، نشوفكم بعد الفاصل، والاهلي خط احمر.